أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أمنية مصرية. النهاردة هنستكمل ما بدأناه الأسبوع الماضي من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. الأسبوع اللي فات اتكلمنا إن ممكن يكون تقدم التكنولوجي مخلي البنات ممكن تبعت صور، ممكن تقع تحت التهديد، والحقيقة قدرنا نتعرف على المواجهة في هذا الجانب وإزاي البنات تواجه التهديد، وكمان هنستكمل ده النهاردة. بس كمان في أحد المخاطر بتواجهنا من وسائل الاتصال، وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك مثلا، التعرف بأشخاص ما نعرفهمش، زي ما في فيلم كان اسمه Never Talk to Strangers، يعني ما تكلمش حد غريب. بنقول الكلام ده وتربينا عليه وولادنا بيتربوا عليه بس مش بيعملوه. عندنا فقر الدراما بتوضح المشكلة فين. المشكلة هيبقى لها جزئين، جزء خاص إنها بتتعرف بحد ما تعرفوش، والجزء التاني له علاقة بملف تجارة الأعضاء. ملف تجارة الأعضاء ملف كبير قوي. ملف تجارة الأعضاء كان فيه فيلم اسمه كوما. الفيلم ده كان سنة 78 لو أنا فاكرة صح، 1978، كان بطولة مايكل دوغلاس، وكان بيحكي عن تعرض فتاة لحادث وتم نقلها بالفعل للمستشفى. ولما دخلت المستشفى دخلوها غرفة عناية مركزة مخصوصة، وصلوا جسمها بغاز، الغاز ده ودها غيبوبة عشان يتم أخذ أعضائها وبعد كده يقطعوا عنها الغاز وتبقى ماتت، والتقرير الطبي يقول إنها ماتت موتة ربنا. ده كان في أمريكا سنة 1978، يعني بيحصل كان من قبل ما يبقى عندنا في مصر أي عملية كبيرة لنقل الأعضاء. وكان وقتها كمان عمليات نقل الكلى لسه في أول بدايتها. النهاردة في مصر، وأنا بتكلم عن مصر لأن تهمني بلدي، تجارة الأعضاء لها عصابات منظمة، وإحنا حلقتنا مش بتقول هو في تجارة ولا ما فيش، لا هو في تجارة. ولو عايزين نعرف نسأل سؤال واحد بس، هي العيال الصغيرة اللي كانت بتتنطط حوالين عربياتنا دي في الشوارع ما بقتش موجودة ليه؟ العيل اللي كان يجي يقول اديني جنيه واقول لك نكتة ويا رب تتجوزها، الكلام ده كله فين؟ في كام بلاغ عن اختفاء أطفال أو شباب، وقد إيه اللي بنقدر يرجعهم تاني؟ تجارة الأعضاء موجودة. في حوادث كتير؟ أيوة في حوادث كتير، وأي حد ينكر هذا هو بيحط راسه في الرمل. لا هي موجودة، وأنا النهاردة مش عاوزة أتكلم إذا كانت موجودة ولا لا، هي موجودة وإحنا عارفين إنها موجودة، وفي قضايا اتمسكت والنهاردة كمان هنلقي الضوء عليها. إحنا اللي عاوزين نتكلم عليه النهاردة إزاي نقدر نقضي على التجارة. عادة التجارة موجودة ويحصل لها رواج في حالة واحدة بس، لما يكون هناك ندرة للسلعة. يبقى إحنا مشكلتنا فين؟ ربما تكون مشكلتنا لعدم وجود أعضاء يتم التبرع بيها طبقا لقانون منظم بناء على رضا جميع الأطراف، فهنا هتبقى السلعة موجودة فهيتم القضاء على التجارة. احنا طبعا تجارة الأعضاء ليها جوانب كتير وملف شائك، وانا ما عنديش مشكلة ان احنا نفتحه خالص، لان الملف الشائك ده نتيجته ان كتير مش قادرين يحطوا ايدهم فيه ان التجارة دي موجودة، وولادنا واخواتنا وبناتنا بيتقطعوا. لان الحقيقة البني آدم وهو متقطع اغلب كتير جدا من البني آدم وهو سليم. في خلاف كبير بين الأزهر ونقابة الأطباء، الخلاف ده على تعريف الوفاة، وده احنا النهاردة هنخش في تفاصيله مع بعض، لأن المشكلة إن الأزهر تعريف الوفاة بالنسبة له له معنى، والتعريف الوفاة اللي تقريبا معتمد في العالم كله النهاردة له معنى آخر.
الأزهر عنده وجهة نظر، ربما إن هو شايف إن الإنسان لا يملك جسده، بس الحقيقة ده كمان عدى لأن القانون بالفعل تم اعتماده. إحنا النهاردة هيبقى معانا 3 فقرات. أول فقرة هيكون معانا السيد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا، وهنتكلم فيه معاه في الجزء الخاص بمشاكل مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية الحماية منها. والفقرة الثانية هنستضيف فيها دكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، والأستاذ أحمد مصلحي، المستشار القانوني لعدد من الجمعيات في مجال مكافحة الاتجار بالأعضاء. فقرتنا الثالثة هي فقرتنا الخفيفة دايما كل جمعة، هيبقى معانا الفنان عصام الهمشري. احنا نطلع فاصل، تفرجوا حضراتكم على الدراما، ونرجع مرة تانية وقابلكم في الاستوديو. تعرف ان المكان دوت والله بعد شفت كام سنة برضه مش بنساه، لازم اجي فيه. بس ايه ده؟ حاجة من دي. ايه ده؟ حاجة ايه دي؟ مش عارف. بص الحق الكريم، ده في بنت وقع هناك. في واحدة وقع هناك يا مالها، دي يغمى عليها ولا ايه؟ مش عارف. حاول تفوقيها. طيب مش راضيه يا كريم. طب قوم قومها معايا. ايه ده؟ شيل انت من الناحيه الثانيه. استنى. طيب في ايدي خلصانه خالص. قوم يا علمها. طب تعالي كده. هنطلع بقى لفوق تاني. يلا. كوبايه المايه دي، خد اخواتك يلا واطلع بره، وانت يا كريمه تلم الدكتور بسرعه يلا. الو، يا دكتور محمد، محتاج لك ضروري بس بعد اذنك. اه حاله صعبه بس معلش. ماشي تمام، مع السلامه. ممكن تفضلي السرير بس بعد اذنك؟ خير خير ان شاء الله. دي هنبتك يا استاذ كريم؟ لا بس يعني طمنا بس على الاول يا دكتور وبعد كده نساهم. تمام، ممكن بس تتفضل تستناني بره وتسيب الاستاذه معايا؟ تمام ماشي. يا استاذ كريم، يا استاذ كريم، الحاله دي تقرب لك؟ لا انا لازم ابلغ الشرطه حالا، في جرح خطير في جنبها وعمليه كلى. دي شرطه ايه بس اللي عايزين تبلغوها؟ انتوا نسيتوا ان دي بنت؟ حرام الفضايح دي. اطلعوا طب انتوا بره وانا هتكلم معاها وافهم منها ايه اللي جرى لها. حبيبتي انت فايقه كويسه؟ اه بالراحه بالراحه. خدي شرب معايا. اهدي اهدي بس وبطلها. اهدي كده. انا فين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انت مين؟ اهدي بس يا حبيبتي. انت ايه اخر حاجه فاكراها؟ انا فاكره اني انا اخر حاجه فاكراها اني انا هحكي لك. انا تعرفت على حد على الفيسبوك. اتكلمنا كتير قوي.
نزلت وقابلته. الو انت فين؟ انا جيت مش شايفاك. انا هو موجود واقف مستني. اه خلاص شفتك، يلا باي. هاي ازيك؟ اهلا، اخيرا شفتك. اه والله يا اخي. ايه رايك بقى، شبه الصور ولا مختلف؟ اه وانا كمان، ايه رايك شبه الصور بالظبط؟ طب كويس. انا سعيد جدا بقى بالمناسبه ان انا شفتك. هتحبي تروحي فين بقى؟ اي مكان يعجبك. طيب اشربي ده بقى عمال ما نوصل. تمام. وركبت معاه العربيه، ولما شربت العصير مش فاكره حاجه، بس لقيت نفسي هنا. انت عارفه الولد ده عمل فيكي ايه؟ ده سرق كليتك. احنا كده لازم نبلغ البوليس بجد. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومشرفنا في الاستوديو السيد اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا. أهلا يا فندم. أهلا دكتور. شرفتنا يا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك. حضرتك شفت الدراما معنا؟ أكيد. إيه بقى رأي حضرتك؟ أستاذن حضرتك بس أقول كلمتين صغيرين قوي يعني بعد إذنك. طبعا تأمرنا يا فندم. أنا بحيي البرنامج وقصة الإعداد والبرنامج على المجهود العظيم ده والاسلوب الراقي، بقولك لان انا عملت مناقشات وفي اكتر من برنامج بصراحه واكتر من قناه، ولكن احنا بنقول ان التوعيه هي خط الدفاع الاول قبل القانون وقبل الشرطه وقبل القضاء وما الى ذلك، ولكن التوعيه النهارده لما تقدميها للمشاهد في صورة دراما يتصل إليه أكثر من الديبيت أو الكلام اللي يفضل نتكلمه ساعتين وثلاثة واربعة. الخمس دقايق الدراما اللي حضرتك عرضتيها بنتكلم بعدها بتفضل عالقة في ذهن المشاهد تماما، ويقولوا شوف البنت دي عملت إيه. فده أسلوب راقب أحييكوا عليه، وأرجو إن كل قنوات لما تعالج مشكلة تجيب حالة لايف كيسز حاجة زي كده نتكلم فيها، ويكون فيها توعية للشعب بتاعنا. حضرتك أسعدت يومنا. حضرتك يعني بالزبط. احنا فريق الاعداد كلهم في منتهى السعادة. انا بقولها بامانه يعني بامانه خالصه. الاول قبل ما نبدا حلقه النهارده، احنا معانا مروه من اسكندريه، كانت معانا الحلقه اللي فاتت. ايوه. وهي كان لها مشكله وهي عايز تقول لحضرتك حاجه. اهلا يا مروه، اهلا بيكي. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي حبيبتي. اهلا وسهلا. الحمد لله. بصي انا كنت كلمت حضرتك الحلقه اللي فاتت. ايوه. وانا والله العظيم مش عارفه اشكركم ازاي بجد. انا تاني يوم الصبح جات لي مكالمه. أيوة. من مقدم قال لي ان هو تبع سياده اللواء محمود الرشيدي. أيوة. وقال لي يحكي لي القصه كلها، وانا كلمته وهو قال لي ان هو يعني هيشوف الموضوع وكده يعني. فانا بجد مش عارفه اشكركم ازاي يعني. ده احنا اولا اللي بنشكرك عشان بتشوفينا، والشكر الحقيقه هو لسياده اللواء يعني والفريق الامن كله. الحقيقه تم تحديد المرتكب هذه الواقعه وجري عرضه على النيابه. فعلا سامعه يا مروه؟ تم تحديد مرتكب الواقعه وهيتم عرضه على النيابه فعلا. بجد والله انا مش عارفه بعد ربنا ثم انتوا. انا كنت الحمد لله. لا وبنشكر الساده ضباط وزاره الداخليه في مباحث الانترنت اللي هم استجابوا وبسرعه عملوا وكلصوا الاجراءات والتقرير الفني وعرضوه على النيابه، وفي انتظار امر ضبط واحضار. واحنا دايما هنبقى حاطين النمر على قد ما يبقى الاعداد على قد ما نقدر نتكرمه، نحط النمر الاتصال بحيث ان اي حد من مشاهدينا يعرف بقى السكه، وبرنامج أمنية مصرية يا رب إن شاء الله دايما تحت أمركم. اتفضلي ست اللي. أرجع لحضرتك بقى، بالنسبة لشبابنا وأولادنا اللي هم بيهرولوا نحو استخدامات الفيسبوك والسوشيال ميديا كلها بأنواعها وشبكة الإنترنت بدون أي وعي أو إدراك قانوني أو أمني أو فني، وأنهم يقومون بإجراء عدة صداقات مع مجهول الهويه ورايحه تقابله. زي ما حضرتك في الدراما دي الجميله والدراما اللي قبلها برضو، انها تعرفت على شاب من خلال الانترنت. تمام كده، من خلال الفيسبوك.
انا هقول لحضرتك برضو واقع ودي حصلت فعلا وكانت منتشره عبر الفيسبوك، ان 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 في مواقع كتير حضرتك وبنبه ولادنا برضو ليها، مواقع التعارف للزواج الالكتروني. أيوة. ودي مهمه جدا جدا. بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى ايه؟ انت عارفه حضرتك امانه لازم نتكلم بصراحه، اتفضل، ان سن الزواج هنا في مصر ارتفع شويه. أيوة. نتيجه بعض الازمات والصعوبات الاقتصاديه، والشباب برضو بيتجوز في سن عالي شويه، والبنات برضو بتقعد شويه طبعا نتيجه الامكانيات وما الى ذلك. وبالتالي استغل دي على الفيسبوك، في بعض المواقع الويب سايت ابتدت تعمل معارف ابلكيشن تمت. أيوة. ويعرض كده صراحه خدماته، انت عاوز تتجوز طب ادينا صورتك ادينا بياناتك. مكتب خطبه، مكتب خطبه الكتروني، خطبه الكتروني، خطبه الكتروني، ويتم من خلال هذه المكاتب تعريف شخص بفتيات او سيدات او العكس، تعريف سيدات باشخاص معينه. وما ادرانا صدق ما اعرض عليه. يعني انا مثلا كمحمود عاوز اتجوز بنت معينه بمواصفات معينه، انا أيوة. محمود هقول والله انا عيني خضراء وشعري اصفر. أيوة. وشاب عندي 20 سنه. أيوة. ومش عارف ايه بشتغل ايه، وابعتهم للموقع ده. كويس. الموقع ده مش هتحر عني. لا. هيقول لها فيها بنت الموضوع ده. واللي حصل بقى القصه ليه، بيكلمها في التليفون. دول بيظبطوا المواعده، بيظبطوا المواعده. كلمها في التليفون وقال لها انا يعني هم بيشغلين بيعملوا لينك، يعني لينك. يعني الموقع ده مسؤوليته بيعمل اللينك بين اللي باحث عن العروسه وبين الباحث عن العريس. تمام. انا هقول لك ان ده بيتم استغلاله وبكثره في ايه، في ايه؟ في عمليات سرقه ونصب واحتيال، في عمليات تجاره الاعضاء زي ما حضرتك عارفها. هقول لك على مثالين. اتفضل. ودول لايف كيسز عشناهم. اول مثل من فتاه اتعرفت على شخص من خلال التليفون. أيوة. وحبها وحبته والكلام الفاضي ده، وتفتح الكاميرا انت اموره انت حلوه وانت جميل. قالها طب انا هاجي اقابل بابا كويس وماما. كويس قوي. تمام. وما تعرفوش. ما تعرفوش ولا نعرف اسرته ولا حاجه، سنه اسرتي قاعده في ايطاليا حاجات من دي. نزل الشاب قابلهم في البيت وراح قاعد معاهم. انا فلان طب الاسره فين؟ لا الاسره اصل هي قاعده مهاجره وكلام بقى ايه برضه، ولا ماليش حد وكده، ماليش حد، مقطوع من شجره بالظبط. أيوة. كده. أيوة. راح سافر بعد ما قابلهم وقال لها يا اكس انا من ناس يعني اي اسم كده. انا معلش تعرضت لحد السرقه في ايطاليا سطو كده، سرقوا الذهب بتاعي. تمام. وانا بشتغل في الذهب، سرقوا. أيوة. الذهب بتاعي. فانا استنيني اسبوع كده وهنزل. قعد اسبوع ما يتكلمش، وعارف بيعمل ايه بقى. طبعا. ايه ما اتكلمتش ليه؟ ما عملتش ليه؟ معيش فلوس؟ يعني ما اتكلمتش ليه وبتاع. ابتدى اكلمها تاني، المشكله عندي ان انا لازم اجمع شويه ذهب واصورهم عشان اخد تصريح. ودي مشكله بلمهم. هو رمالها الطعم، بلم انا هصورهم بس. وانا نازل الاسبوع الجاي اشوف اهلي يعني ومن ناس اصحابي، لم شويه ذهب اصورهم. انا بقول لستك دي انسانه جامعيه. فقالت له طب يا محمد مثلا انا هلم اجيب لك الذهب بتاعي. قال لا 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 بصي، لو انت عملت كده بابا وماما هيقولوا عليا حرامي وبتاع وبينصب عليك. لا ما يصحش لو سمحتي. سابها شويه. قالت له طب، قال لها لسه ما وصلتش للموضوع. فالمهم لما اتاخر عليه شويه قالت له طب ما، قال لها بصي طب لو انت مصره بقى يعني يوم جمعه انتوا مش خارجين ولا اخواتك خارجين عشان مش هيلبسوا الذهب. هاتيهم في شنطه كده وانا هاخدهم اصورهم وتنزلي ترجعيهم على طول، نتقابل في الكافيه. قالت له خلاص يعني هي دي احسن. نزل لها مصر يعني تاني. نزل مصر. هو اساسا مش مسافر. ما انا هقول لك. هي اتعرفت عليه. هو يعني انا الاول قلت لك في ايطاليا، انا هقول لك التحريات اثبتت. هو اساسا مش مسافر. مش مسافر. هي تعرف البنت دي هل هو في ايطاليا ولا ده هو ده. انا هقول لك طلع ايه اكتر من كده. لم الخل الراجل. انا هقول لك طلع اكتر من كده. المهم خدت الذهب وراحت ولقت معاه زميل قعدوا في الكافيه بكاميرا بقى بيصور. لا قعد في الكافيه. قال لها هصور الذهب. اما قال لها شوفي النصاب ذكي جدا. جدا. قال لها طب بصي يا فلانة. انا هنزل الويتر هيتفرج علينا واحنا بنصور الذهب، هيقول دول حراميه سارقين. خدوا يا احمد انت اللي جنبي انزل صوره في العربيه واطلع هاته على طول. وهي عادي. قالت له قالت له صح. طيب صح احسن كده. وانا قاعد معاها. هيروح فين؟ قاعد معاها. هيروح فين؟ نزل يصور في العربيه ما رجعش. لا ده هو زميله. وهو قاعد معاه. هي قاعده كده وتليفونها كده وهو قاعد كده. نزل يصور اتاخر. قالت له اتاخر قوي. قال لها اتاخر ازاي يا ابني ايه ده؟ طيب خد تليفونها انا هتصل بيه. اتصل بيه. ايوه يا احمد انت فين يا احمد؟ وقام وقف بقى بيتكلم. يا حبيبي يلا يلا. وخد وقعد يفضل يمشي لغايه ما وصل للباب ونزل. وهي البنت يا حبيبتي قاعده تغني ظلموه بقى. ودفعت حساب الكافيه. ودفعت حساب الكافيه وخدوا تليفونها وخدوا ذهبها الحلوه. دفعت حساب الكافيه وخد التليفون. وخد التليفون. المهم الحمد لله ربنا وفقنا
ولما جت بلغت، ودي اهم حاجه، بنقول لكل من يتعرض لجريمه معلوماتيه او نصب او احتلال يقوم بالابلاغ. فعلا لما بلغت قدرنا نحدد ونعمل تريسنج، وصلنا للاي بي بتاع الراجل دوت، وصلنا لضبطه فعلا، وتبين انه صاحب سايبر كافيه تحت الشقه عندها، تحت البيت بتاعها. يا نهار ابيض، يعني هو عارفها ورسم الرسمه من الاول، وعارف انها بتلبس ذهب، وعارف القصه دي. دي نقطه، ادي عمليه نصب واحتيال. النقطه الثانيه بقى عمليه بيع الاعضاء. ايوه، اتعرف بيها برضو حضرتك، وقال لها انا بتجوز، عاوز اتجوز وفلانه، وصورتك حلوه وانت حلو، طب هبعت لك ايه فلوس لو سمحت، بس اصل عندنا ما بيدخلوش فيروس سي وكلام من ده، ولازم عشان تشتغلي. وبعت لها $1,000. $1,000 دي عشان خاطر تعمل التحاليل المطلوبه. ده عريس يعني، ما شاء الله يعني، عشان انا ما اضمنش. عريس مقرش يعني، بعت $1,000 من الاول. بعت لها $1,000 حضرتك. طب خدت $1,000 وعملت التحاليل المطلوبه. التحاليل المطلوبه دي بتاعت التأكد من سلامة الأعضاء اللي هيتم سرقتها منها، وهي فاهمة أن التحاليل دي عشان الفيزا. عشان الفيزا. أوكي. لا يعني مش عشان الفيزا، صحيا. 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 خدت البنت وراحت عملت تحاليل ومبسوطة، $1,000 بقى، وعملت تحاليل ب 500 جنيه ولا 600 جنيه. تمام. وبعتت له وقال لها طب أنا بس مش عارف إيه، أنت بنتجوز وبتاع وتجيلي هنا، وبعدين نزل وكتب كتاب وخده وراح بيها بره. هي اصلا عارفاها عن طريق الفيسبوك. عن طريق الفيسبوك يا اخوانا، بنقول عن طريق الفيسبوك. اللي يعني ناس فيرتشوال، مش حقيقيين، تخيليين، مش حقيقيين، مش حقيقيين. وعمر انسان ما بيعرض حقيقته على الفيسبوك. طب بعد ما سافرت يا فندم؟ بعد ما سافرت اختفت سنه واتنين، وما بتدور عليها ما رجعتش. بعد كده تبان انها توفت. تمام. توفت تماما، لانه كانوا بيسرقوا الاعضاء بتاعتها. فأنا بنحذر أي حد يتعرف، مواقع التعرف بقى. لسه من يومين، من حوالي أسبوع كده، وطفل طلعت في إحدى قنوات الفضائية، طفل صغير عمل برضو شات على الـ 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 الفيسبوك، وابتدوا يكلموه، وإنت كسبت جايزة. أيوة. معينة. أيوة. يمكن الكل سادة المشاهدين شافوها، كسبت جايزة معينة وبتاع، وبعدين هتنزل هتقابلنا عشان نديك الجايزة بتاعتك. أيوة. راح يا ماما انا في اللعبه دي هيدوني جايزه. ايه يا حبيبي؟ طب تنزل الماما الحلوه بقى الجميله، ماما جميله فرحانه ابنها، فرحانه ابنها كسب جايزه، بيشتغل على النت. ما شاء الله. خدته ونزل وراحوا عشان يقابلوا الراجل اللي هو هيسلمهم الجايزه، هو وماما. شوفي بقى، هو وماما واقفين مع بعض، راجل بيكلم ماما ابنك خد جايزه وكل حاجه، وواحد نزل من العربيه من ورا خطف الواد وبيجري، الواد صوت تك قامت هي طبعا يعني ماما طلعت جدعه يعني راعت بالصوت وتك تك مسكت الواد، التانيين جريوا. تمام. فاحنا بنقول ما تتعرفش على اي حد ضمي بالنسبه لك من شبكه الانترنت او السوشيال ميديا دي اطلاقا. انا برضو عايزه اضيف، سياده اللواء محمود الرشيدي بيعرض قصص حقيقيه، هو كان متواجد في حدوثها، وهو اللي تم التحقيق فيها والوصول لها عن طريقه، علشان حضراتكم ما تفتكروش ان دي حكاوي فيسبوكيه يعني، لا دي حكاوي كتاب بنعملها وبارقام قضايا. أيوة. ارقام قضايا حضرتك، اللي بقول لحضرتك يعني اللي بارقام قضايا. النصاب يا جماعه يا دكتور عفوا بيعتمد على ايه؟ زي ما قلت قبل كده حضرتك. أيوة. بيعتمد على حاجتين، يا اما الاساليب التكنولوجيه، ان هو فائق القدره التكنولوجيه وبيخترق الاكونت بتاعي او بتاع حضرتك وياخد الصور وياخد ما انا بشكر حضرتك. انا رجعت، انا شخصيا من الحلقه اللي فاتت رجعت اسامي اصدقائي. تمام. وشفت كل حد موجود اسمه مرتين. لا لا مفيش مرتين. لقيت ان اللي موجود اسمه مرتين مش موجود اصدقاء مشتركين. بالزبط. واللي موجود الاساسي اكيد بينهم عملت لهم كلهم فلتريشن تاني. لان ده احنا ست اللواء الحلقه اللي فاتت لما يجي لك فريند ريكويست من صديق كان صديقك اصلا، احنا عاده بنروح قبلينه ونقول اكيد لاي سبب عمل انفريند، لاي سبب الاكونت حصل فيه حاجه. قال لنا الحقيقه مش كده، هو بيخش بياخد البروفايل بيكتشر بتاعته، وده شخص انت ما تعرفوش، هو بيخترق الاكونت بتاعك. بالظبط. فانا بالزبط. بشكر حضرتك. لان دي نقطه ده احنا بنقولها. بص حضرتك ايه يعني، انا بيعجبني في البرنامج هنا حضرتك ان انتوا بتركزوا على التوعيه. التوعيه مهمه بلس الدراما. الدراما بتثبت
في عقل المشاهد قبل الكلام. انا معلش انا بنادي الاعلام مهم جدا، الاعلام مهم جدا، الاعلام دوت هو غول اعلامي، والنهارده انتقل من القنوات الفضائيه، انتقل للفيسبوك والانترنت. ابتدى الشباب يعني النهارده لما نيجي نتكلم نقول ايه؟ عزوف شباب عن عمليات سياسيه، عن مشاركه، عن 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 الكلام ده. لا نلوم الا انفسنا. النهارده الشباب احنا عايشين في فيرتشوال كوميونتي، مجتمع افتراضي، بمعنى ايه؟ او اسره افتراضيه. أيوة. بمعنى زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان الاسره الاب مشغول بالبنات والام كذلك، ما فيش الدفء العائلي، ما فيش، وكذلك المجتمع. وبقول لك بامانه هناك قصور شورتج من جانب الدوله في امور التوعيه. القوانين موجوده زي ما قلنا قبل كده، حضرتك وتفضلت بالنسبه لبيع الاعضاء و و أيوة. القوانين موجوده، يعني تجاره المخدرات ما عقوبتها الاعدام، وفيها وما زالوا في ناس بيتاجروا، تمام كده. انما احنا بنقول الكالتشر، الثقافه بتاعتنا هتاخد وقت، انما زي ما كنت اضافته قبل كده هوت ان احنا حطينا رجلنا على 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 الطريق الصحيح. يعني النهارده الشباب النهارده اللي هو اللي احنا بنشتكي بنقول عازف يا اخوانا، انا بنبه ايوه الجميع الساده المسؤولين، النهارده الشباب ده عشان اعرف اكلمه صح أيوه. لازم اكنبه عبر السوشيال ميديا، لازم اكلمه بلغته، بلغته، بطريقته، عبر انا فين في السوشيال ميديا، انا فين في السوشيال ميديا، انا تاثيري ايه عليهم. لا 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 لا، ما ينفعش ان انا احط له قوانين وخلاص. الاويرنس، التوعيه مهمه جدا، لازم اخاطبه بلغته. يعني انا اتحداك يا استاذ لو عملت انتخابات أيه. والتصويت فيها الكتروني، كل مصر هتنتخب، كل مصر ال60 مليون. انا قبل الانتخابات الرئاسيه الاخيره دي انا قعدت اسال في القصه دي، بس انا المعلومات اللي وصلت لي ان العالم كله ما بيعملش تصويت الكتروني. ليه ريستريكشنز أنا انا كنت بسال في القصه دي فعلا. على فكره انا كنت بدرسها لان الطلبه عندي في الجامعه هم كمان قالوا لي كده. ما هو انتم صعبينها، طب ما احنا ممكن نقعد على الالكترونيك واي يعني. فلما جيت سالت لقيت حضرتك ان العالم كله مش مصعبينها. ما هو للاسف الفيرتشوال كوميونتي دي او خلاهم يستصعبوا كل حاجه، خلاهم يستصعبوا كل حاجه. أيوة. النهارده احنا عايشين بالريموت. النهارده انت لما اقول لحضرتك قومي انقلي القناه او هاتي قناه تانية، لسه هقوم انقل القناه. انا بالريموت بنقل القناه وبخش على الدش، بخش على قنوات العالم كلها وانا قاعد، تمام كده. فهتقول لي روح لابنك. عفوا حضرتك، معانا عزه من المنصوره. اهلا يا عزه، اتفضلي. اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، اهلا وسهلا. انا والله عندي موقف كده عايزه اقول لحضرتك عن تجاره الاعضاء. اتفضلي. والله انا مجوزي كان شغال على عربيه نص نقل، ايوه، ومن 6 شهور وعمل حادثه وهو كان دلوقتي قاعد من غير شغل. فبعدين كتب كده في جروب على الفيسبوك ان انا عايزه اشتغل، لو حد عنده شغل يعني او وظيفه يساعدني. ايوه طبعا. فكان في عضو من الاعضاء قال له تتكلمني خاص، انا عندي الحل. ايوه. فكلمه خاص، فبعدين قال له انا عندي اللي يساعدك وهيديك فلوس كتير قوي وهتشتغل وتجيب اللي انت عايزه وتصرف على اولادك، بس قول لي اولادك عندك ستني كام وعندك كام ولد. احنا عندنا 4، ربنا يخليك، في اعدادي وفي 10 سنين و8 سنين والصغير 3 سنين. ايوه. فقال له طيب انا هقول لك بعدين، بس عايز تفكر في الكلام اللي انا قلته لك، ان في فلوس كتيره جايه لك وكده. فبعدين قال له طب قول لي، قال له بس بشرط. قال له ايه الشرط؟ قال له انت توافق على الشرط اللي انا هقول لك. قال لي ماشي انا موافق، على اساس ان هو يساعده يعني بشغلانه يعني. فبعدين قال له انا عايز ابنك اللي هو عنده 10 سنين، في واحد كبير في البلد وغني، ابنه عنده مشاكل في الكلى. فقال له اخد الكلى بتاعته ب80,000. بتاعت ابنك؟ الكلى بتاعت ابني اللي عنده 10 سنين اسامه، اخد الكلى بتاعته ب80,000. فطبعا جوزي رفض الموضوع ده خالص وقال له لا، انا افرض ابني مات ولا جرى له حاجه وما ينفعش ان انا اعمل حاجه زي ده. قال له طب لو مات دلوقتي هتقدر تعمل له حاجه؟ قال له لا، بس ده قضاء وقدر، انا ما اقدرش اتدخل في حاجه بتاعت ربنا. لكن طبعا انا لما اديك اعمل عمليه لابني اخد الكيل عشان اديها لحد تاني واخد 80,000، لا انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي طبعا. وبس وجوزي طلع من الجروب ده خالص ورفضنا احنا الموضوع ده خالص. انا عايزه اقول لحضرتك ان الموضوع ده منتشر قوي اليومين دول، وعلى السوشيال ميديا كلها وعلى الفيسبوك وعلى كل حاجة، حتى الناس في الشارع كمان ممكن يخطفوا الأطفال عشان ياخدوا أعضائهم. يعني في أنت حاسة أن الموضوع منتشر جدا، وأنه في خطورة، وأن مواقع التواصل الاجتماعي بتساهم في سهولة التجارة، ده اللي عايز تقوليه؟ أيوة حضرتك، ده اللي أنا عايز أقوله.
لدرجه ان انا كمان كنت عندي بخاف ان انا اطلع عيالي، بطلع عيالي من البيت، خاف عليهم كمان. طيب انت زوج حضرتك ما فكرش يبلغ؟ لا ما بلغ، اصل واحد ده ما يعرفوش، ده تبع جروب كده ما يعرفوش. تمام، ألف شكر ليكي، أنا متشكرة قوي يا عزة، ألف شكر. ما هي مش أستاذة عزة، ما هي ما تعرفوش، تمام كده؟ بس إحنا هنعرفه، الأمن هيعرفه، هنقدر نتواصل معاه. أيوة دي بقى النقطة يا فندم اللي عند المواطن بقى. تبلغ، بنقول للمواطنين من أكبر الصعوبات والمشاكل التي تواجه الجريمة التي ترتكب عبر السوشيال ميديا إن المجني عليه يحجب عن الإبلاغ. هو حضرتك في اعتقاد عند الناس إن هيجيبوه إزاي؟ يعني هم متخيلين ان 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 الاجهزه الامنيه مش متقدمه في التكنولوجيا للحد انها ممكن تجيبه، والكلام ده غلط وانا عارفه وانا عايزه اوضح ده. طب انا الكتاب اللي انا عامله ده حضرتك أيوة. واللايف كيسز دي كلها جرائم العنف الالكتروني كل الحاجات اللي مكتوبه دي في اداره بقولها تاني وثالث ورابع أرجوك. اداره مباحث الانترنت فيها مجموعة من السادة، مش بقول بس يعني دعاية عشان الأمن وبتاع، بقول بس جميع السادة الضباط المؤهلين علميا وحرفيا وتكنولوجيا لمواجهة هذه النوعية للجرائم، وعندهم آليات تكنولوجية حديثة. يعني إحنا عندنا حضرتك أدوات تكنولوجية حديثة على أعلى المستوى نقدر نراقب بيها كل حاجة. ما بقولش راقب لم عشان برضو المراقبة شوفي عشان الناس هتقولك بصي يا الدكتورة قالت مراقبة، لا أنا ما بحبش لفظ مراقبة، عشان لما يجي لي مواطن مجني عليه يبلغ عندي باخد إذن نيابة أعمل اللي أنا عاوز أعمل مع هذا الرجل الذي انتهك خصوصيتهم واللي حاول ينصب عليهم. وممكن تجيب الماضي يا فندم، يعني مثلا افترض حضرتك إن دلوقتي حاج بتحقق في جريمة قتل، تمام، وكان موجود على الواتساب مثلا حوارات قديمة، تمام، وهل لو النهاردة تم حضراتكم إصدار إذن النيابة أو الموافقات وما إلى ذلك ممكن بتجيبوا كمان كل الهيستوري القديم؟ كل الهيستوري بتاع بيجو. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، تمام، أي حد فينا عمل أكاونت على الفيسبوك يعني نسبة قليلة جدا اللي قرت البوليسي بتاعته، السياسة بتاعته أو الرولز بتاعته اللي هي قبل ما بتدخلي تعملي أكاونت. أيوة. كل الكلام ده أو على الويب سايت على الإنترنت بيتلخص في كلمتين، اي معلومه هتحطيها انت او هو او على النت من حقنا نستخدمها في اي وقت واي مكان. أيوة. تمام كده، وما لكش حق انك ترجع اللي هي كلمه اوافق او اجري. لما نيجي نعمل اجري او اوافق، لو حد بس فضى نفسه شويه وقرا هيلاقي ان هو موافق على كل حاجه. في اليات على شبكه الانترنت والفيسبوك ان انت بتدخلي عليها بعض اللينكات تعرفي الهيستوري بتاع كل الشات بتاعته وشكلها ايه وكل التحركات بتاعته وشكلها من اللوكيشن بتاعته، وقصص تكنولوجيه بسيبها للساده المهندسين عندنا بيعرفوا يعملوا شغل زي الفل. انما انا عاوز اقول دي ما تحملوش هم يا ولادنا يا بناتنا يا شباب، ما تحملوش هم. اي حد يتعرض لهذه الجريمه يبلغ اداره مباحث الانترنت في العباسيه. طب هل بيضمنوا للبنات السريه؟ انا معلش السؤال ده لانه جالي كتير قوي، في بنات كتير عاوزه تيجي تبلغ. طب هقول لك على حاجه، هي خايفه من عدم ضمان السريه. معلش حق اقول تاني، اقول لك تاني اتفضل. احنا من سنه 2002 ايوه هذه الاداره تعمل بكفاءه من سنه 2002 وحققت انجازات غير عاديه. هاتي لي شكوى واحده ايوه جميع اجهزه الشرطه ممكن نلاقي شكوى هنا شكوى هنا شكوى هنا أيوة. حصل من التجاوزات من ضبط. هاتي لي بقى شكوى واحده من احد الساده ضباط اداره مباحث مكافحه جرائم الانترنت عن استغلال غير مشروع وغير امن لمعلومات خاصه بفتاه او شاب. هاتي لي حاجه واحده. يبقى يعني اطلاقا. اهو انا برد، اهو انا صوت اللي اتكتب لي، يا بنات يا سيدات، سياده اللواء بيقول احنا في امان. ابقى طب ما انت متهدده، هو يعني هي اللي هتروح الاداره دي عايشه في امان؟ ما انت اصلا متهدده، واحنا كاتبين دلوقتي الاداره على الشاشه روحي بلغي علاج التهديد المواجهه. 108 هوت لاين، 108 هوت لاين. احنا معانا مكالمه، مين معانا يا فندم؟ مجدي من اسكندريه، اهلا يا مجدي اتفضل. انا معلش هو حاجه كده برضو عبر التواصل الاجتماعي اتفضل الكلام من ده، بس يعني هي بعيده السنه. انا كنت داخل اعمل عمليه مراره. تمام. تعمل ايه؟ ما سمعتش يا مجدي. عمليه مراره. عمليه مراره. عمليه مراره، تمام اتفضل. في مستشفى خاص، وكان
كانوا بيتكلموا معايا ان هم عايزين يعملوا لي تحليل، انا اتفاجئت ان هم بيطلبوا مني تحليل كتير قوي وانواع مختلفه من التحاليل وكده. في مستشفى خاصه؟ في مستشفى خاصه. ايوه. وسيب لنا رقم تليفونك، سيب لنا ايميلك، سيب لنا الفيس بتاعك، الكلام دوت كله والاكونت بتاعك. قلت لهم اوكي، سبت كل الكلام دوت. بعد يومين او ثلاثه كده قالوا لي نتيجه التحليل كويسه ومفيش مشكله واحنا عايزينك تعمل العمليه ومفيش متعالى احنا مكان المستشفى. بس المهم ان انت قبل ما تيجي المستشفى احنا هنعرض عليك عرض، انت في واحد هيدفعلك 60,000 جنيه مقابل ان هو ياخد الكلى بتاعتك. المستشفى اللي عرضت عليك الشراء؟ بالظبط. تمام. انا مش انا حتى دخلت على الاكونت الثاني بتاع المستشفى وقعدت ادور عليه ان هو الاكونت ده ايه. مش عارف، بس هم كانوا بيتعاقدوا معايا وبيساوموني ان احنا نعمل لك العمليه ديت وهنعمل لك كده. طيب ما يعني يعني ينوبك فينا ثواب، بلغ بلغت ولا لا؟ بصراحه انا خفت اصلا ان انا اعمل العمليه لغايه دلوقتي، انا لسه بعيني من موضوع المراره دوت وخفت اعمل هو اي حاجه. امتى الكلام ده؟ امتى الكلام ده كان؟ الكلام ده يعني من شهر كده واقل شويه. طيب ممكن لو تتكرم بس تسيب تليفونك في الاعداد، يعني معلش اهو ده كمان صدقه جاريه. يعني انت لو 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 يعني رفعت الاذى عن غيرك واحنا هندي البيانات يا سياده اللواء، ممكن كمان نعمل العمليه في اي وقت ولا في اي مستشفى ثانيه؟ مش عايز يطلع معايا نفس الموضوع ثاني او ايه؟ لا يعني هو لا ما بص حضرتك يا استاذ مجدي، اولا الف سلامه عليك. نمره واحد. نمره اثنين، اللي انت تخاطبت معاهم دول عالم فيرتشوال، عالم نصابين تماما، وانت حضرتك هم انت كنت ذكي وعندك ادراك ورفضت ان انت تستكمل المسيره معاهم عشان ما يضحكوش عليك. انما اللي انا بقول لك عفوا يعني الخطا اللي اخطاته انك ما بلغتش، لان دول ممكن ينجحوا مع غيرك. أيوة. لو نجحوا مع غيرك قدروا ان هم يسرقوا كليته ولا كان هديله فلوس ولا حاجه وكان مات وكلام من ده يعني ده. أيوة. كده. انما النهارده هو لما يسيبهم وما يبلغش اداره مباحث الانترنت، ما انت بتشجع المجرم ان هو يستمر في جريمته. طب مين هيعرف ان هم بينصبوا؟ أيوة. ما هو مش هيروح ينصب على وزاره الداخليه، هيروح ينصب على المواطن العادي. فالمواطن العادي بندعو وانا حث كل مواطن يتعرض لجريمه او محاوله جريمه. جريمه او شرافه جريمه او محاوله هو ممكن تكون الناس بتخاف تخش اقسام برضو. يا بص حضرتك ما ده برضو كلتشر. لا ما تقوليش يخافوا، مش اسم بس ده كالشر. مش اسم اولا، ده مش اسم، ده مش اسم. لا مش اسم. طب تمام. طيب يعني انا بقول هم هيروحوا اداره اداره. وبعدين انا بقول على حاجه، يعني هي فكره التعامل يعني مع الضباط والداخليه هيبه يا فندم، يعني حضرتك برضو الناس بتبقى دكتوره خايفة. الاستاذه مروه الاولانيه اللي كنا دي سعيده جدا، ده قالت ده اللي كلمها مدير المباحث. أيوة. مدير المباحث كلمها شخصيا قال ما ينفعش كده سياده اللواء، وانا هتصل بيها واشوف، وقال لي المحضر برقم وكذا، وفعلا بعد البرنامج كلمها على طول. ايوه حصل. والمحضر اتعمل تقرير فني وروح النيابه. بس ايه حضرتك، ايه انا بقول ايه، نقطه مهمه قوي، لازم المواطن يتعاون مع أجهزة الأمن، لأن أجهزة الأمن لن تحقق النجاح بنسبة كبيرة جدا إلا بتعاون المواطنين. طبعاً. يعني حضرتك عفوا، في مكافحة الإرهاب في 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 كل مكان أجهزة. أيوة. أمنية أو القوات المسلحة ربنا يديهم الصحة. أيوة. لن تحقق أي نجاح إلا بتعاون. أيوة. وده ذكر كذا مرة في البيانات، أكثر من مرة. أيوة. فأنا بناشد كل مواطن يتعاون معنا يقدم المعلومة، يعني دونت واري، بنقول لك انت ما تشغلش نفسك ان احنا نجيبه ازاي. لا هنجيبه هنعرضه. حضرتك طول ما المواطن شايف الاهتمام ده من حضراتكم، انتوا بتسهلوا كتير قوي على المواطنين. وانا بعيد تاني، التهديد مواجهته تهديد القضاء عليه عن طريق المواجهه، والمواجهه هي الابلاغ. انا حاجة تانية. بص حضرتك حاجه، الاجهزه الامنيه الإدارة العامة للإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية عندها برضو كفاءات غير عادية. أيوة. وبيتابعوا الكلام ده كله، وزارة المباحث الإنترنت بتتابع الكلام ده كله. إنما إحنا بنتكلم على مليارات وآلاف الويب سايت والأكاونتات، مواقع كتيرة جدا بيتابعوه برضو. هي بقى دي حلقتي الجاية إن شاء الله مع حضرتك. أنا برضو عايزة أنوه عليها حضرتك، إحنا إن شاء الله الحلقة الجاية هنوضبها مع سيادتك. إحنا عايزين نطلع المواقع اللي موجودة على الفيسبوك والصفحات اللي مستخدمة في حاجات كتير قوي. تمام. اللي مستخدمة في دعارة، اللي مستخدمة في تجارة أعضاء، اللي مستخدمة لوصلت ناس للانتحار، بلغونا بيها. فإحنا إن شاء الله هنعمل حلقة تانية قريب إذن هنوضبها مع سيادتك، لأن الملف ده إحنا برضو الملفات اللي عاوزين نخلصها. الحقيقة الحديث معاك لا يعني لا ينتهي، ومش عاوزينه ينتهي. لا شكرا. السيد اللواء محمود رشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقاً،
انا بشكرك جدا بالنيابه عن البرنامج وعن كل مشاهدينا. شرفتنا يا فندم. سعيد جدا معك. شرفتنا يا فندم. اهلا وسهلا. وصلنا كده لاخر فقرتنا. نطلع فاصل ونقابلكم في اخر فقرتنا. لا نطلع فاصل ونقابلكم في فقرتنا الثانيه في مناقشه تجاره الاعضاء. ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه ومشرفنا في الاستوديو النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو لجنه الصحه بمجلس النواب. اهلا يا فندم. يا اهلا بحضرتك. ومشرفنا الاستاذ المحامي احمد المصلحي المستشار القانوني لعدد من الجمعيات في مجال مكافحه الاتجار بالاعضاء. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. حضراتكم شفتم معانا الدراما. انا زي ما قلت في الانترو احنا متاكدين ان في تجاره اعضاء. ده موضوع مش يعني مش محتاجين نقوله، هو مش موجود، هو موجود. بس احنا عندنا مشكلة مهمة قوي. احنا ليه مش عارفين نقضي على تجارة الأعضاء؟ انا هستعرض ثلاث حاجات ممكن يكونوا هم الأسباب. واحدة منهم الفقر. انا دايما بقول مقولة ان في ناس بتبيع لحمها عشان تربي لحمها. يعني ممكن اب ولا ام تبيع جزء منها عشان خاطر ايه؟ مش لاقيين ياكلوا. ده وارد. الجزء الثاني وده الجزء الخطير جدا، ان حد بيتعرض لهذا بدون موافقته، ان هو بتسرق منه الاعضاء. مش بس بيبيعها، لا هي بتتسرق منه، فهو ليس على علم بهذا. الحاجه الثالثه ان الندره في وجود الاعضاء عند احتياجها هو اللي عمل الرواج لهذه السلعه. فهم دول، وحضرتكم يعني صلحوا لي لو انا في حاجه فاتتني او بقول غلط، انا شايفه ان الثلاث اسباب دول هم الاسباب الرئيسيه لاستمرار تواجد تجاره الاعضاء. فسؤالي الاول لحضرتك يا سياده النائب، انا عارفه ان في قانون تم اقراره بالفعل بيبيح التبرع بالاعضاء. الكلام ده سليم ولا انا غلطانه؟ لا مظبوط، موجود. وكانت المشكله اساسا ان القانون ده مش موجود، فكان بيقال ان مفيش طريقه قانونيه للتبرع، فبالتالي بيتم الايه؟ البيع والشراء. طيب القانون ده يا فندم تم الموافقه على التبرع بالاعضاء، لكن هل في قانون تابع يخلي الناس تقول انا لما اتوفى في حادث او انا اتوفيت وانا صالح بعض الاعضاء للتبرع من جسدي ان انا ابقى عندي اجراءات عاملاها مع مستشفى مع مكان، فزي ما في العالم كله، في العالم كله حياتك ممكن الرخصه يبقى مكتوب عليها ان لو حصل حادثه الشخص ده لو توفى هو موافق على التبرع بالاعضاء. هل احنا كملنا الاجراءات بعد اعتماد القانون؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه. تفضل. بدايه يعني زراعة الأعضاء دي موجودة في العالم كله من سنوات طويلة جدا جدا، ويمكن هي يعني مش كده أنا استعرضت الفيلم من سنة 78 كوما لا ده يمكن من أشهر عملية اللي هي كانت في سنة 67 زراعة القلب. أول عملية زراعة قلب دي كانت في كيب تاون في جنوب أفريقيا كمان. تمام. المريض عاش تقريبا او اللي مزروع له القلب عاش تقريبا حوالي 18 يوم، وكانت دي ثوره وبدايه ثوره في عالم زراعه الاعضاء. زراعه الاعضاء، ويمكن في نفس العام تم زراعه عمليه زراعه كبد. ايوه. من قبل كده كانت بتحصل، بس هي العمليات يعني ما بداتش النجاحات تتحقق الا بعد ابحاث وتجارب كبيره، لدرجه ان هم وصلوا انهم يزرعوا قلب ورئه. ايوه في نفس الوقت، قلب ورئه لنفس الشخص. لنفس الشخص. أتعمل. في نفس العمليه. بالتالي عملها الدكتور مجدي يعقوب. لا انا مش فاكر بالظبط، بس عملها ممكن يكون الدكتور مجدي عملها، لكن هو اللي بقول لحضرتك عليه ان هذه العمليات عمليات بتحصل او يعني واقع وتقدم في العالم كله بطريقه اصبحت مذهله واصبحت عمليه عاديه جدا. كويسة. يعني قبل كده ان احنا لو رجعنا بالذاكره شويه في مصر
بدايه زراعه الكلى والكلام ده كان بيجي لنا يعني فريق الزراعه الزرع ده بيجي من اوروبا وامريكا واليابان. تمام، يبقى احنا ويمكن الجزء اشهر عمليات يبقى زراعه الجزء الطبي موجود، ما عندناش فيه مشكله. كان في اللي هو زراعه الكبد، لان تمام. مصر من الدول طبعا اللي فيها تمام. نسبه الفشل الكبدي عاليه. ايوه لدرجه دلوقتي احنا عندنا ما شاء الله يعني فرق اكثر من فريق تمام. مدرب تماما على هذه الزراعة. انا بس خليني احكي النقطه. الموضوع احنا مشكلتنا مش هنا. لا ما انا جاي لحضرتك فضل. يعني هو ده تمهيد للدخول، ان احنا عندنا اوريدي قانون ايوه بينظم إيه عمليه الزراعه. ايه بقى؟ فانا عايز اعرف القانون بتاعنا ده بيقول ايه كده ببساطه للمشاهد. ما هو القانون ده بيضع ضوابط. ايوه القانون بيضع ضوابط وعقوبات حلوة. وشروط مظبوط. وعندنا لجنة مشكلة لأي حد عايز زراعة لازم يسلك الآلية إن هو يعرض على هذه اللجنة في إدارة التراخيص بوزارة الصحة. تمام يا فندم. لجنة هذه مشكلة وفي ناس بتبقى عندها بالدور، وفي ناس بيجي عليها بالفعل الدور، وناس بيبقى الطلب كتير قوي مش لاقي لهم اعضاء. في مستشفيات مرخص لها اجراء هذه العمليات، ومعظمها او ان لم يكن كلها مستشفيات حكوميه. مستشفيات ومراكز حكوميه. ايوه يا فندم انا عارفه. وفيها جمعيه وشرطه وجيش طبعا. يعني دي الاماكن المرخص لها تقريبا على ما اتذكر 42 مستشفى او مركز تمام. مصرح ليه بهذه العمليات كويسة. لان طبعا العمليات دي بتحتاج تقنيه عاليه جدا، تكنولوجي عالي ومهارة عالية وإمكانيات عالية، فمش أي مكان هيتم فيه عملية الزراعة والنقل والتحليل والكلام ده كله، عمليات معقدة جدا عشان توافق الأنسجة والكلام ده، فيه حاجات كتيرة جدا. أنا خليني حضرتك في الجزء بتاع الجزء بتاع إن في قانون فعلا موجود. أيوة. وفي عقوبات، ولما انتشرت وزادت العملية قوي تم تعديل هذا القانون. يمكن معايا المستشار معايا ويأيدني في ذلك، إن في 2017 تم تعديل بعض المواد وتغليظ العقوبات اللي وصلت دلوقتي للسجن المؤبد تمام. وأحيانا لو في إكراه وتوفى المتبرع مش ما بيسماش بقى المتبرع اللي خده منه اللي نزعوا منه البائع. إذا كان بمعرفته بائع، إذا كان مش بمعرفته ممكن هو يبقى فيها ضحية. يبقى فيها الضحية ده ممكن يبقى فيها إعدام. طيب فالعقوبات غلظت بشكل قاسي جدا جدا جدا. ولكن طبعا يعني مش كل حاجة القانون بس، لا هي ده بالظبط كده زي ما العقوبات في تجارة المخدرات. أيوة. وتجارة السلاح طبعا ممنوعة وممنوعة وما زالت موجودة وما زالت موجودة. طيب وبكثرة. أنا هقف عند القانون هنا مع حضرتك. أنا بعتبر أن عملية الإتجار في الأعضاء زي المخدرات والسلاح. طيب خليني أقف هنا في الحتة دي وأجي لحضرتك. حضرتك بعملك في القانون. أيوه. إلى أن تم ضبط الجريمة أو اتنين الفترة الماضية كان دايما بيقال أن من الصعب جدا إثبات هذا النوع من القضايا. وكان لغاية شهر 8 سنة 2016 أنا متأكدة إن ما كانش صدر ولا حكم في قضية تجارة أعضاء. مظبوط يا فندم؟ ليه بقى؟ مش هنقدر نقول كده طبعًا، لأن إحنا بس الأول عايزين نحط نقاط كده، نقف عند أكتر من مفهوم عشان نوضح حاجات كتير. القانون المصري من سنة 2010 يبيح التبرع بطريق زراعة الأعضاء، التبرع وليس البيع. أيوة. ودي نقطة مهمة جدا عشان ما يلتبس الأمر على السادة المشاهدين. أنا فاهم. يبقى هنا التبرع. القانون ده نظم التبرع بشروط وببساطة شديدة جدا، اللي بيبقى المتبرع يبقى الجزء ما يضروش بشكل يأثر على حياته. أيوة. والمتبرع له يبقى فيه حاجة إلى هذا إيه؟ العضو. وبالرضا وبدون مبلغ مالي في المقابل. مظبوط ولا أنا غلطانة؟ لو في مقابل بقت جريمة. كويس أوي. خلاص كده؟ يعني أي حد ممكن يلجأ لأحد من أقاربه، أحد من معارفه، ويقدر يجي يتبرع لو برضاه، وده ما فيهوش اي مشكله في القانون ده من 2010. انا عارفه. تمام. خلاص كده عشان دي نقاط يعني لازم تكون نقاط مضيئه قدامنا. طبعا الحاجه طبعا في عقوبات مختلفه. تطورت الجريمه بقى، اصبحت جريمه طبعا لان في مقابل. ايوه. ولما نلاقي كل او معظم القضايا طرف فيها اجنبي يبقى كده الموضوع فيه عصابات بتنظم المساله. طبعا. طرف اجنبي اللي هو غالبا بيكون المتبرع له.
اي طبعا، لان هو اللي معاه فلوس وهو اللي جسمه غالي واحنا اللي جسمنا ارخص. دي نقطه مهمه جدا، لما حضرتك تقولي ان الفقر سبب، اه طبعا الفقر سبب، مش في الجريمه دي بس، الفقر سبب في كل حاجات كتير. وان كان سياده النائب قبل الهوا قال لي جمله انا احب نعيدها تاني، لما بقول ان القضيه اللي فاتت اللي اتمسك فيها كان فيها اسماء مشهورة ووضعهم المادي اكثر من مستور، يعني وضع كويس. فحضرتك قلت لي جمله بحب تعيدها لنا على الهوا يا ريت، اللي هي اللي بيحب الفلوس البحر بيحب الزياده. انا بقول لحضرتك شهوه المال دي موجوده ايا كان، لو انت انسان ما انتش قنوع بعطاه لك ربنا، وخصوصا لما تبقى راجل شهير وما شاء الله، مش اي جراح يعملها، يعني جراح متميز. ما دي الفكره، وماهر وبارع، وغالبا اسماء غالبا بيبقى يعني اساتذة، لكن هي ضعف البشري قدام شهوه المال. فزي ما قلت لحضرتك، لو اوتي ابن ادم واد من ذهب لتمنى الساد، هي فعلا دي القضيه. ان في واحد بيبيع علشان يربي ولاده او ياكل ولاده ويعيش اسرته، واحد تاني بيزداد ثراء وعايز يعني بدل المليون 10 وبدل 10 100 وبدل ال 100 مليار وهكذا. ما فيش قناعه، والنفس طالما مش ما فيش قناعه، زي بالظبط تاجر المخدرات بيبقى عنده. انا بستاذن حضرتك، معانا الدكتور محمد شحات الجندي الاستاذ بجامعه الازهر. اهلا يا دكتور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. انا كنت عاوزين ناخد راي حضرتك في حاجتين. اول حاجه يا فندم، التبرع بالاعضاء طالما بدون مقابل اعتقد ان الازهر اقره، صح ولا انا غلطانه يا فندم؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو بدايه طبعا مساله التجاره في الاعضاء والممكن الضيوف الكرام ممنوع، ده بالتاكيد ده محرم، ولانه بالتاكيد الاعضاء البشريه ده ليست ملك الانسان، وانما هي ملك يعني من صناعه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجوز للانسان ان يقول لا انا بملكها وبالتالي اتصرف فيها بالطريقه المناسبه. لا، الكلام ده غير مقبول. يعني حضرتك ضد نقل الاعضاء عموما سواء عن طريق التبرع او غيره، يعني حضرتك ضد القانون اللي تم اقراره في مجلس الشعب؟ لا لا لا، ما انا ما قلتش كده، انا قلت على الجزئيه اللي هي مساله الاتجار بالاعضاء، ده المحرم. المال تمام. اما مساله نقل الاعضاء او زرع الاعضاء، ده قانون زي ما حضرتك اشرتي ان في قانون صدر بهذا المعنى. ايوه ده تمام، مش كده؟ اخذ راي ابن الازهر كمان. تمام على هذا الكلام، لكن كل ما في الامر ان هناك ضوابط يجب ان يلتزم بها في مساله التبرع بالاعضاء او نقل الاعضاء. هي ايه؟ هي المفروض منها مثلا على سبيل المثال انه المفروض يجرى بين اقارب او بين ناس، حتى نبعد شبهه بس الجار او شبهه الاستغلال الخاطئ لمثل هذا التبرع. تمام. ان كمان لانه لا يكفي الصوره انه فقط انا ارضى بان انا اتبرع ببعض اعضائي، لكن ينبغي ان يوجه هذا التبرع لمصلحة المنقول إليه وألا يؤدي إلى ضرر. طب أنا نفسي أسأل سؤال لحضرتك، هل حضرتك مثلا الواحد حب إن هو يقول إن أنا لما يجيلي الوفاة يجيلي أمر الله أنا بتبرع بأعضائي للحكومة وهي تديه لمن يراه مناسبا، مش ده يعتبر صدقة جارية؟ ده إذا كان بالشكل اللي حضرتك بتقوله. أنا أعني الشكل ده بالظبط. ده على فكرة في الحكومة. ده لا، يعني قصدي جهة حكومية، هل ده صدقة جارية يا فندم ولا لأ؟ لا، ده إذا كان بالشكل ده وزارة الصحة تحت إشراف جهة حكومية معروفة ولا مانع، وهذا فعلا من باب الصدقة الجارية. وخلينا أنا مش هنروح بعيد، المرحوم الإمام الأكبر الله يرحمه الدكتور سيد طنطاوي كان فعلا عرض إنه يتبرع ببعض أعضائه عندما يعني كان عرض هذا الكلام. فمساله انه التبرع بالاعضاء لمصلحه عامه او لمصلحه هو بحاجه فعليه بالزبط. وليس لمن يدفع اكثر، يعني حضرتك تمام يا فندم، ركز على نقط معينه، ليس لمن يدفع لي او من يدفع اكثر، او ان يكون لي انا شخصيا جهه معينه لفلان ده له عليا انه وعدني بشيء او لا مانع، ما دام ان هو لوجه الله او للمصلحه العامه، واحنا بنقول هنا لوجه الله، يبقى المصلحه العامه لانسان في حاجه ملحه الى مثل هذا العضو، لانسان فعلا يترتب عليه انه لو نقلنا له هذا العضو فعلا ربنا هيشفيه او يقدر يعيش حياته
أو يكون بشكل أفضل من المعاناة التي يعاني منها حاليا. وده له ثوابه عند ربنا إن شاء الله يعني. أكيد. طيب. حضرتك السؤال الثاني، تعريف الوفاة، كان سيادة النائب كنت حياتك لو ممكن تسأل الدكتور معنا، كنا بنتكلم في تعريف الوفاة يا فندم، إن تعريف الوفاة في الأزهر مختلف شوية عن تعريف الطبي. تعريف الطبي لا هو، فاتفضل حياتك اشرح هي النقطة. هي قضية موت جذع المخ، هي دي القضية يا سيدنا الشيخ محرزة اللي هي مختلف عليها يعني بين ال هذا الموت الجذع فعلا. ايوه. طب هل حضرتك الازهر مقر ان قانون او مش القانون مقر تعريف الوفاه ان هو الموت الجذعي للمخ، ولا مازال الازهر بيقول ان تعريف الوفاه هو وقف دقات القلب؟ هو الكلام اللي هو ماثور عن الفقهاء، وبنقول ان هو التوقف التام لجميع الاعضاء اللي هو الموت الكامل، يعني الموت الكامل ده لجميع الاعضاء المقصود به الوفاه، ده المقصود بالوفاه. اما ان يكون هناك بعض مثلا اللي ما هو مثلا عند تنفس صناعي النهارده، وتنفس عن طريق استخدام الاجهزه الاحيانيكيه او الاجهزه الحديثه النهارده الطبيه، لا ده لا استطيع مع هذا التنفس الصناعي او مع هذه الحاله ان انا اخذ او ابتر عضو وانقله لشخص اخر محتاج لهذا العضو، لان انا معنى كده هذا الشخص لا يزال في حياه، والمفروض ان انا ارضى بقضاء الله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اشيل الجهاز، لو شلت الجهاز التنفس الصناعي او الاجهزه الاكلينيكيه هيتوفى وتوقف خلاص، دي وفاة. يبقى دي وفاه يا فندم. طب انا عايز اسالك سؤال يا فندم، حضرتك احنا في تعريف مثلا حاجه زي الوفاه، هل دي يا فندم بنعتمد فيها على الأحاديث أكتر، ولا نعتمد فيها على ما أثبته العلم أكتر؟ يعني أنا معلوماتي إن حتى السعودية قامت أخيرا ومؤخرا بشيء من التعديل، هل يا فندم إحنا بنعتمد هنا على الأحاديث أكتر، ولا على ما أثبته العلم أكتر؟ شوف حضرتك، أصل أنا عند التحقيق يعني أو عند التدقيق يعني أو الدقة، أيوة. أنا لا تعارض بين الحديث والعلم. بمعنى إيه؟ لأنه الحديث بيحيل على العلم، والإسلام بيحيل على العلم، الإسلام أيوة. ما رفضش العلم ولا حاجة، بس العلم إيه؟ مش العلم، العلم الموثوق به، العلم ما دام أنه ثبت طبيا أن مسألة أن يعني إذا كان ثبت أن جذع المخ ده وفاة جذع المخ يترتب عليه فعلا الموت التام، أيوة. أصبح جثة هامدة ونزعت منه الروح، لأن أهم وليس هناك اعتراض من الأزهر، وليس هناك أثار لا مانع إطلاقا، لأنه ده هم أهل الذكر. لا ننسى أنه من وجهة نظر الشريعة الإسلامية أن دولت من أهل الذكر اللي هم الأطباء، يعني ما هم من أهل العلم، ولا تعارض عند زي ما بقول عند التدقيق يعني بين العلم والدين، لكن أن يكون العلم الذي يقول عليه جمهور الأطباء أو الأطباء كلهم، مش لا يكون رأي فرد دكتورة. طب أنا عندي سؤال أخير، معلش فرصة أن حضرتك معايا. حضرتك يعني إحنا كنا شايفين في الحوار أن جزء كبير قوي من مخلي تجارة الأعضاء موجودة هو ندرة التبرع، مظبوط ولا لأ؟ الاحتياج نتيجة أن الناس محتاجة أعضاء وفي ناس محتاجة مال. هل حضرتك لو اتعملت حملة توعية للناس ان التبرع بأعضائهم بعد الوفاة هي صدقة جارية، مش ده شيء ممكن يكون مفيد جدا للمجتمع، اولا لتحسن الحالة الصحية، والثانية علشان لاخر يوم في عمر الواحد يعمل اي حاجة لوجه رب كريم؟ يعني اذا كان عن طريق التوعية، التوعية المجردة لوجه الله ان ده انت بتعمل خير، وان الخير ده ممتد، وان وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، وانه ما فيهاش ترغيب ولا ترهيب، ترغيب بوسائل اخرى بالظبط او ترهيب بانه كذا، ما هو انت ما انا مش هصرف عليك اذا كان له عليه حاجه، لان حضرتك عارف يعني واجب ان احنا ننبه من خلال منبرك الجميل ده. الله يخليك فندم، شرفتني. ان انا عندي حاجه محدده، ان انا دلوقتي عندي ناس مستعد، حضرتك مليونيرات واعتقد حضرتك بتلمسي هذا الموضوع، أيوة. او اللي سبب الذنوب بيلمسوه، ان طبعا. ناس عندها مستعده انها لمزيد، انا عندي كليه فيها شويه، لا انا معايا فلوس، قال مانع، ما فيش مانع او ان انا اشتري كليه وادفع فلوس، او انا عايز مش عارف قرنيه عين او الى اخره،
فده بنقول إغراء المال كمان برضو بقى أصبح سيف مسلط على الناس. لكن إذا كانت توعية زي ما بنقول توعية مجردة، توعية تكون بها برضو معلش يعني مش أشخاص مشهود لهم بالنزاهة، أشخاص فعلا وعن طريق مؤسسة. يبقى أنا دلوقتي يا دكتور أنا باخد من حضرتك قول فصل إن التبرع بالأعضاء لجهة حكومية معتمدة وليس مقابل للمال بعد الوفاة هي صدقة جارية لوجه رب كريم قبل ما الواحد يقابل ربه، صح ولا أنا غلطانة؟ بالضبط صحيح، وتنقل من شخص، وإن الجهات الدينية موافقة على هذا، وتنقل إلى شخص، هذا الشخص بحاجة ما وأنا ما أعرفوش، يعني ما أنا هكون مت يعني شخص ما نعرفوش كضابط عام احنا ما نعرفوش، بس الشخص اللي يتنقل له يكون الشخص ده بحاجة ملحة للعضو ده. لا هيكون في بنك الأعضاء تحت إشراف الحكومة. ألف شكر يا دكتور، شرفتني يا فندم. ألف شكر، ألف شكر يا فندم، أفدتنا. إحنا كده إحنا كده وصلنا بقى للحتة اللي أنا بقى عاوزة إيه أتكلم فيها. إزاي يا فندم نعمل قانون، لا مش قانون، حاجة تشجع العامة المواطنين على إنهم يقبلوا فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ الموضوع ده حضرتك أنا يعني عارفة إنه لا يدير الشاه سلخها بعد ذبحها، بس إحنا مشكلتنا إن إحنا عندنا جزء عاطفي جوانا اللي هو لو، وده حصل لما رحت قلت لأولادي أنا عايزة بعد الوفاة أعمل كذا وكذا، حتى لو يمكن نظرا إن سنهم كان صغير اتخضوا. لو جه أي متوفي وعايزين يعرفوا سبب الوفاة، هو دي ثقافة في مجتمعنا، وقالوا الطبيب الشرعي وهيتشرح، قال لك ما يتشرحش، يعني بتبقى حاجة كارثية، ودي ثقافة لابد إن تتغير عندنا. وبعدين الشخص في حالة احتياجه بيحس بقى بالظبط، يعني أنا النهاردة لما يبقى في حد معارض لهذا الكلام وإن يعني نتشدد أو في تحديد سبب الوفاة، سبب الوفاة هو قيل علميا إن إتلاف أو تلف الجزء في المخ الخاص بالتنفس والنبض في القلب. أيوة. هذا الجزء أتلف خلاص، لو شلت التنفس الصناعي مات الشخص فورا. أيوة. فإذا إيه بقى الجدل ده كله؟ مش طب حضرتك وعلى فكرة على فكرة فيه لجنة فعلا مشكلة، يعني النهاردة في زراعة وفي زراعة من المتوفيين، يعني لجنة وزارة الصحة فيها لجنة مشكلة من أطباء وأساتذة كبار وثيقات ومعاهم ناس من الأزهر الشريف. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة دلوقتي، إحنا ليه ما نعملش، لو إحنا النهاردة جينا قلنا إن أي حد يوافق على التبرع بأعضائه بعد الوفاة في حالة الوفاة، يا رب بعد الشر عن أي حد في حادث مثلا، دي على فكرة موجودة، موجودة أيوة موجودة بس بشرط. أي هو الشرط؟ إن هو الشخص يكون مقر بهذا، ما أنا وموثق هذا الكلام. أيوة. في الشهر الأقارب. ليه حضرتك إحنا ما نخليش ده شهادة موثقة في الشهر الأقارب؟ ليه ما نخليش ده؟ يا ريت، إحنا عايزينها تبقى ثقافة مجتمع. ما هو حاجة عشان تبقى ثقافة النهاردة مجتمع النهاردة القرنيات، يعني بعد ما جرموا نزعها من المتوفيين، النهارده في مشكله كبيره جدا طبعا. بنوك القرنيات يعني دي بتحمي انسان من العمى. طب هي دي اشمعنى القرنيه لا احنا بنقول يعني لا انا عايز اسال سؤال برضه، هي ليه القرنيه لا والكلى هو عضو عضو لا هي القصه مش كده، القصه بقول لك انت بتنزعها وهو ما ادكش تصريح بهذا. احنا مش ما خلاص، احنا عايزين نقول حاجه. اتفضل. نبعت رساله قويه للمجتمع المصري ومن خلال الاعلام بتاعكم. أيوة. وقناتكم دي انا يعني شاكر لحضرتك انك فتحتي هذا المجال وهذا الجزء الشائك. احنا لازم نواجه نفسنا ونواجه مشاكلنا بواقعيه. دولة زي إيران متشددة دينيا جدا وبتسمح ببيع الكلى، احنا ما بنسمحش بالبيع وما بنطلبش ببيع، البيع ده ممنوع وغير مقبول ولن نقبل، لكن التبرع شيء جميل. حضرتك بتقول معلش اراجع تاني، حضرتك بتقول إيران ايه السيناريو اللي ماشي هناك؟ فيه التبرع. أيوة. بيع الكلى متاح ومصرح بيه، ومصرح بيه بمقابل مادي. طيب احنا قبل ما اطلع فاصل عايزه اسال حضرتك سؤال
والمتر معانا. هل النهارده حضرتك لو احنا عملنا قانون او معرفش هنعمل قوانين تاني؟ القوانين موجوده. لا اديني فرصتي بفضلك. لا بعد اذنك اديني فرصتي. تحت. ان انا قلت ان اللي هيجي يوافق على التبرع باعضائه ما يدفعش فلوس تجديد رخصه. لو انا قلت اللي موافق ان هو يعمل ده يكون له قصاد كده نوع من انواع التامين الصحي ياخد اعلى من ياخد كله اولويه يكون له حوافز لان حضرتك ممكن تغيير ثقافه ممكن اعفيه من الرعايه الصحيه ان هو ما يدفعش مثلا ما يدفعش حاجه جاي التامين الصحي الاجتماعي حضرتك الشامل تغيير ما يدفعش اشتراك. تغيير ثقافه في العالم كله تمام له اكتر من طريقه او عشان اكون اكثر تدقيقا له اكثر من خطوه تمام. فهي الخطوه الاساسيه عمرها ما كانت تغيير البرسبشن تغيير المعتقدات او تغيير وجهه النظر لا الاساسي بتكون المصلحه وبناء عليها من الاستفاده بيها بيتم تغيير الواقع الفعلي للعادات والتقاليد هي دي عايزه برضو حوار مجتمعي الجمعيات الاهليه المنظمات المجتمع المدني تبقى حوار ده الجزء الخاص يا فندم احنا لا بص حياتك نائب مجلس الشعب انا مش هطلع بره القوانين حضرتك الجزء بتاع المجتمع المدني ده انا اوضحت ان ده الخطوه الثانيه لتغيير المعتقدات الخطوه الاولانيه الحوافز انا هطلع الحافز انا هطلع فاصل الحافز ده لجزء من المجتمع لكن انا كشخص مثلا الاشخاص ذوي الحيثيه ممكن يبقى قدوه ويبدا بنفسه ده موضوع ده موضوع شخصي يعني وخاص بس هو مش الحل احنا هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية ابقوا معنا ورجعنا لحضراتكم تاني ومشرفنا في الاستوديو بنكمل حوارنا معاهم النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنه الصحه بمجلس النواب والاستاذ احمد مصلحي المحامي نكمل كلامنا يا فندم كنا بنتكلم في نقطه اللي هي بقى الحقيقه عشان اكون واضحه دي سبب الحلقه انا سبب الحلقه ان انا عايزه اشوف طريقه حضراتكم تقولوا لنا عليها قانونيه سياده النائب يتولاها تعرض قرارات تشريع انا ما عنديش خلفيه قانونيه عشان اعرف هتمشي ازاي اوصل بحل يتم عرضه على الحكومه على المنوطين بهذا العمل ان هم يبداوا يقروا وسيله فيها حافز لتحفيز التبرع بالاعضاء ويساندنا فيها الازهر انها صدقه جاريه لان هنا حضرتك انا بقول تبرع وتبرع لشخص ما اعرفوش ده اسمى بكتير قوي يعني لما حد يتبرع لابنه ولا اخوه ده برده واجب عليه ده بيبقى وده احساس شخصي. احنا هنتكلم في حاله الوفاه فيما بعد الوفاه انا بتكلم قبل بقى دي انا عايز لا لا هي عايز اقول حاجه في تبرع بعد الوفاه اتفضل في وجه تاني للموضوع اتفضل يعني الوجه ده مهم جدا اتفضل انا النهارده لما بنتكلم في امكانيه او التسهيل على الشخص قبل الوفاه انه يقر بالتبرع مظبوط كده أيوه. عايزين نقول الوجه التاني أيوه. ان اللي احنا بناكد طول الوقت واعترفنا ان هناك فساد في أكتر من جهة حكومية من ضمنها المستشفيات لو أقررنا ده هل نقدر نضمن الحياة بشكل كامل وسليم لهذا الشخص إنه هو يعني إحنا وإحنا بنتكلم النهاردة قلنا ممكن نشيل الجهاز التنفسي فالشخص يموت أيوة. وبالتالي هنستفيد من هذا التبرع أيوة. يبقى النهاردة لا هنقدر نضمن إن إحنا هنا هذا الشخص ان هو مر بكل الطرق لغايه لما مات بشكل فعلي ونهائي عشان ما نقدرش نستغل تبرعه في ان احنا نتبرع فعلا ونزود الجريمه ولا لا انا كده قادر اوصل لك الفكره انا دلوقتي أنا يعني هخلي الاعدادي يتصل لنا بحد بره مصر حالا دلوقتي في الفاصل الجاي هخلي الاعدادي يتصل لنا بحد بره مصر انا اعرفه دكتور هيقول لنا الاجراءات بالظبط اللي متابعه علشان خاطر ما يوقعوش في دي يعني في اكتر اللي انا عارفاه ان اكتر من كونسلتنت بيشوف الحاله بس مش يعني. ماشيه ببساطه كده على فكره بس يعني انا مش بدافع على الحكومه لكن ما فيش فساد في هذا الموضوع الموضوع ان دلوقتي فيه لجنه اللجنه دي من ناس ثقات وزاره الصحه كمان في اللجان بتاعتها بتعمل تغيير للطقم اللي موجود كل فتره عشان ما يبقاش فيه برضو شبهه بس انا لازم انزعج ليه بقى انزعج ليه لان عندي قضيه فيها 20 طبيب و9 ممرضين
ومساعدين وتسعة سمسرة ومن قضية من أكبر القضايا الإتجار اللي متهمة بس دي مش في الحكومة من جوه المستشفى فيها فيها دكاترة في مستشفيات وأساتذة ما هي معمولة برضو مستشفيات حكومية معمولة هي الفكرة لازم ننزعج لازم هنا نخاف هل نطلق الأمر نبدأ كلنا نشتغل على فكرة تشجيع التبرع وفي نفس الوقت هنسمح هنا بفكرة ان احنا في تساهل في ان شخص ده يتوفى عشان نلحق ناخد منه اعضائه انا بتكلم بقى بشكل بقى يعني طبعا عشان ده نقطة طبعا انا بقول لحضرتك ده مش معناه ان ده بيحصل لجنة لازم نبقى متخوفين من اساتذة ثقات ورجال دين وما اعتقدش اللجنة دي هتبقى فيها يعني مجاملات بالظبط يعني ودي نفس بشرية يعني للأسف. فهي حياتك في بص احنا لو قعدنا اللي يا فندم اللي يمنع الفساد ليس الاخلاق على فكرة ما يمنع الفساد ليس الاخلاق ما يمنع الفساد هو القانون وتطبيقه لكن احنا لو اعتمدنا على اخلاق البشر فعمر ده جزء مهم بس هو حياتك السيستم السيستم بيمشي لو محكم عايزين نتكلم في اكتر الحقيقه فضل. موضوع حضرتك بتطرحيه موضوع مهم جدا طبعا دي اكتر من زاويه واكتر من جزء احنا بنتكلم في تجاره الاعضاء وبيعها المجرم مش في مصر ودوليا لدرجه ان الاتفاقيات الدوليه بتجرمه فلازم نتكلم من اجزاء كتيره جدا يعني مثلا لما تكون مصر محطه رئيسيه من محطات الافارقه بقى هنا اللي عايزين يتبرعوا او الاكثر احتياجا يجوا مصر عشان تسهل لهم ان هم يتبرعوا باعضائهم يبقى احنا كده قدام مشكله والكلام ده بقى له سنين وفتره طويله العمليات دي ما بتمش في النور تمام العمليات دي بتمش في النور تجاره زي التجاره غير مشروع احنا قاعدين دلوقتي أنا بتكلم عشان نوصل لحلول احنا بنتكلم مش يا احمد بيه بشجع المتابع يا احمد بيه احنا بنتكلم في الشيء المشروع الدوله عليها ايه الدولة عاملة اللي عليها ما من ضمن ده عاملة صندوق للتبرع بس من ضمن صندوق لمساعدة الفقير اللي هي اللي هيتنقل له عضو او جزء بالزبط من العضو بالزبط. انا عندي من ضمن الاسباب ملاحقه المجرمين يعني لما لا هي الرقابه فعلا لابد تغلظ العقوبه غلظت لكن تشدد الرقابه يبقى عندي نص الجزء الثاني في الرقابه في وزاره الصحه على المستشفيات ده حياتك دلوقتي مش وزاره الصحه لوحدها على الاطباء انا عايز برضو عايز حياتك احنا ما هي مركز صحي حياتك هي جمله الرقابه دي اسمح لي سيادتك هي جمله الرقابه دي مش بس عبارة عن إجراءات هي إجراءات ويتم تنفيذها وتفعل ويتم الرقابة على مراقبة الإجراءات يعني في سيستم موجود السيستم ده حياتك إحنا أنا قعدت قبل كده مع مع كثير من أخواننا الأفاضل نواب مجلس الشعب وقالوا لي جملة قوية جدا قالوا لي على فكرة القوانين معظمها موجود كتير القوانين موجودة هي احنا مش محتاجين تشريعات تاني بالظبط يعني التشريع والعقوبه غلظت لدرجه الاشغال الشاقه والاعدام مظبوط انت عايز اكتر من كده لكن انا زي ما بقول لحضرتك دي تجاره غير مشروعه ما بتتمش في النور حتى لو تمت في 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 مكان حكومي بتتم من الابواب الخلفيه فهي دي النقطه ان انا لابد ان انا افحص كل مريض بيدخل يبقى فيه رقابه شديده جدا على المرضى اللي بيقعدوا في المستشفى فترة على يعني الحاجات دي أنا دلوقتي أنا ده كلام ده ممتاز أنا برضو مازال عندي موضوع محدد إزاي حضرتك نعمل تحفيز للمواطنين يعني التوعية ده موضوع تاني حضرتك تغيير البرسبشن أصلا لازم يكون أساسا إن الناس تشعر إن في استفادة لها استفادة حالية واستفادة مستقبلية عند الله حياتك الاستفادة الحالية النهاردة اللي بيخلي الناس تبيع أعضائها هو ظروف المالية ولا أنا غلطانة ده في الغالب اللي هو الفقر اللي بيبيع ما أنا بتكلم حياتك على اللي بيبيع يبقى النهاردة احنا لازم نعترف ان في وضع مادي قاسي شوية نتيجة ظروف كتير طبيعي. لو احنا قمنا حضرتك عملنا للناس دي شيء من الحوافز بسيطة الناس دي هتبدأ تعمل إيه حاجة؟ لما تيجي النهاردة تجيب حياتك حد عشان يجدد عربيته ولا يبقى عنده خصم حتى على الترخيص أعمل إيه بقى؟ أنا بقى عايزة حاجة تقول لي إيه خطة الطريق للوصول لهذا أنا معايا التشريع ومعايا
حضرتك طبعا ومعايا الاعلام. انا بقى بقول الاعلام اهم. انا بقول لحضرتك الاعلام في ترويج هذا اهم. كيف يتم هذا في ظل انتشار هذه الجريمه؟ عايز اقول ان المجتمع غير مؤهل اللي حضرتك بتقوليه ده. انتشار هذه الجريمه بالشكل ده، انتشار مش الجريمه دي بس، انتشار كل الجرائم. النهارده الاتجار وصل للاطفال الصغيره، الاتجار وصل لاقل من المفترض التبرع يكون كامل الاهليه عشان يمضي اقرار اللي هو 21 سنه. النهارده بنخطف الاطفال وال النهارده بنخطف الاولاد ونعمل لهم عمليات نقل. طب احنا معانا الدكتور علي محروس عضو اللجنة العليا بوزارة الصحة. علي رئيس إدارة لزراعة الأعضاء. أهلا يا دكتور علي، أهلا بحضرتك. أهلا دكتور. إزيك يا دكتور؟ أهلا بسيادتك، أهلا بيك. دكتور علي، إحنا بنتكلم في موضوع زراعة الأعضاء، وأنا كنت بتكلم في نقطة أكتر من الزراعة شوية. أنا كنت بتكلم إن إحنا لو كان يا فندم عندنا ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لجهة حكومية، ده هيقلل التجارة في الأعضاء. حضرتك موافقني هذا الرأي ولا لا؟ يا دكتوره، ده هو ده احنا قلنا اكتر من مره ان ده الملاذ الوحيد لحته ان التجاره اللي انا عمال اسمع عنها دلوقتي، اللي هو يبقى عندنا كشعب كامل ثقافه التبرع بالاعضاء بتاعتنا بعد الوفاه. دايما بنتبرع بالدم واحنا عايشين دلوقتي. بالظبط يا فندم. حضرتك النهارده انا هسال سيادتك سؤال. الموضوع لسه جديد علينا، وللاسف في الانطباعات الدينيه موجوده شويه في هذا الموضوع. فاحنا كلجنة عليا لزراعة الأعضاء احنا خلصنا اللي هو المعايير بتاعت وفاة الجذع المخ اللي هي الوفاة الإكلينيكية. يعني تم يا فندم بالفعل اعتماد ان الوفاة هي الجذع المخي وليست توقف دقات القلب؟ لا اللي هو وفاة جذع المخ وليست دقات القلب. لا، ده تم اعتماده بالفعل؟ خلصناه في اللجنة العليا. والأزهر يا فندم وافق على كده؟ نعم، الأزهر وافق على كده؟ والله الأزهر موافق قبل كده على موضوع التبرع، والأزهر والكنيسة لتمة موافقين. أنا عارفة أن الكنيسة موافقة. لا، أنا قصدي على تعبير، على تعديل تعريف الوفاة، لأن كان تعريف مفهوم الوفاة ده أنا في حلقات سابقة ليا كان حصل اختلاف ما بين تعريف مفهوم الوفاء اللي أنا عارفة أنه موجود يعني، وما بين وجهة نظر الأزهر. هل ده تم حله في الوقت الحالي؟ احنا خلصناه في اللجنة العليا، ومعالي الوزير بيعتمده كرئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وبعد كده بيتعرض على الاستشاريين معتمدين من الدولة اللي هم يقروا أن هي دي المعايير المطلوبة، لأن كل اللجنة العليا هو أساتذة من الجامعة في نفس هذا المجال. تمام، وبعد كده هيتبعث الأزهر، وما اعتقدش ان هو يعني مش هياخد وقت في حته الموافقه، لان هو نأمل هذا فعلا بيحمي المواطن. احنا دي خطوه رائعه. طب انا عايز اسال سيادتك سؤال يا دكتور. حضرتك عند حضرتك صف انتظار قد ايه؟ يعني كميه الاعضاء المتاحه للمرضى المتبرع بها قد ايه بالنسبه لاحتياج المرضى؟ هو اقول لحضرتك حاجه، ما احنا ناخدها بمفهوم تاني. احنا عندنا 58,000 واحد في مصر بيغسلوا كلى. 58 واحد بس؟ 58,000. 58,000 اعتقد. 58,000 بيغسلوا كلى، وعندنا النسبه العالميه في الزراعه 10%. احنا لسه في مصر ما وصلناش غير 2.4 بس. يعني احنا بالفعل عندنا يعني عندنا نقول ايه، شورتج، نقص كبير جدا في الاعضاء البشريه اللي محتاجها اهلنا علشان يقدروا يتخلصوا من الام غسيل الكلى وخلافه. انا عايز اقول اللي هو هيوافق على التبرع ده، ان ممكن يكون التبرع ده ليه هو، يعني هو وافق في حياته على التبرع وقدر الله يصاب ويحتاج نقل عضو. ما هو انا بقى ده اللي كنت بناقش يا فندم، ان اللي يوافق على التبرع وربنا اراد انه يحتاج حد يتبرع له يبقى له اولويه. يعني النهارده لما يتوافق على التبرع ويعمل كشف كامل ويؤكد ان كان جسمه سليم ما فيهوش حاجه، وربنا شاء قدره انه يحتاج زرع كلى، اللي وافق على التبرع ده نعمل له اولويه مثلا. راي حضرتك ايه لو طبقنا قوانين بهذا الشكل؟ هو اتمني الموضوع كله مصروف عليه تبرع. تمام، عايزين الحافز ده يكون حافز انساني ولا حافز مادي ولا معنوي. تمام،
يعني احنا نفسنا الحافز الانساني يبقى موجود، ان انا بتبرع النهارده وممكن ما هو حضرتك خد بال حضرتك يعني معلش خلينا برضو اكثر وضوحا، الحافز الانساني موجود يا فندم، بس حضرتك عندك عقائد موروثه، ان يعني كان لسه سياده النائب بيقول بتبقى بحاله اشتباه في قتل ويقولوا نوديه الطبيب الشرعي المتوفى، الاهل ما بيردوش، فاحنا عندنا موروث ثقافي كده. عشان كده عشان كده قديم خلصنا مقترح الصندوق للمتبرعين الاعضاء بعد الوفاه، وحسب اولويات الا في الحالات القصوى، تم الصندوق ده هيصرف على كل الناس اللي عايزه تزرع ومش قادره على يعني تكاليف او كلام من ده. في نفس الوقت الصندوق ده هيحس الصندوق ده في اعضائه هيبقى اثنين من قنوات فضائيه مشهوره يعني. أيوة. يمكن تكونوا انتم منها ان شاء الله. هيبقى فيها اثنين من رجال الاعمال المرموقين اللي هم برضو يبقوا حياتك. برنامج امنيه مصريه امنيته القضاء على تجاره الاعضاء، لان دي ده ملف احنا فتحناه، احنا ما بنفتحش ملف وبنسيبه. الملف ده فعلا انا هفضل وراه، يعني احنا من احد الملفات اللي ربنا كرمنا بيها ان احنا فضلنا ولا قانون متحدي الاعاقه لغايه ما صدر، فاحنا برضو الملف ده احنا فتحناه النهارده وبجود ناس افاضل زي حضرتك وضيوفي وكتير مش حاضرين، احنا برضو هنفضل لغايه ما نشوف حل نقضي بيه على التجاره. طبعا تحياتي للضيوف كلهم، انا ما اعرفش مين اللي معايا في الاستوديو، لكن انا بحيي الناس كلها وبقول والله ازيك يا دكتور علي بيه؟ مع حضرتك سياده النائب عبد الحميد الشيخ يقول لحد بيسلم على سيادتك. حياتي يا دكتور علي حبيبي الغالي المحترم. ومعانا الاستاذ مصلحي المحامي. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. احنا عايزين الموضوع ده هيشتغل على الاعلام وهيشتغل على المسجد والكنيسه، لان احنا عندنا الناس بطبعها طبع ديني، فدايما الكنيسه والمسجد بيبقى لهم تاثير. حضرتك احنا بنعلن اهو على الهواء هنعمل حلقه قريبا جدا فيها الكنيسه والجامع، هنجيب جدا. رأي الأزهر ونشوف ومعاه رأي المسؤولين عن الفتاوى الدينية بالكنائس، ونعمل حلقة ويعرضوا هم رأيهم إيه في هذا الشأن، وده ممكن يساعد كتير قوي. دكتور علي أنا بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر لحضرتك. نرجع لحضرتكم. خليني بقى اقول لحضرتك بقى الجزء ده هو جزء فكره ان انا ازاي احفز الناس على ده، جزء له علاقه بالتوعيه فعلا، لان في ثقافات متاخره وده عمل بيه كتير من الدول يعني. انما انا كان رايي ان المجتمع المصري انتشر فيه الجريمه دي بشكل مرعب جدا، وكنت متخوف من ان يكون ده احد وسائل لزياده الجريمه مش لحد منها. ليه؟ بمعنى ممكن ايه بقى؟ ممكن يكون مثلا الفقر سبب من اسباب الاهمال في صحه احد الاقارب عشان خاطر يتم التبرع بعد كده بعد الحافز. يعني لو افترضنا ان الحافز معاش، لا انا مش لا يا فندم الحافز اللي انا اعنيه وحدك، احنا كده دخلنا في حته ايه هو الحافز، هو ايه هو الحافز دي حياتك، حافز معنوي يعني. لا يا فندم حافز حالي لا يتمتع به بعد الوفاة. حافز زي ايه يا فندم؟ حياتك اولا الدكتور علي اضاف حافز مهم جدا، او حياتك اللي كنت قلته كمان، ان ممكن يكون اللي بيتبرع النهارده موافق انه بعد الوفاة يتم التبرع بما هو مناسب من جسده للمحتاج، هو ممكن بعد 4-5 سنين يكون اول واحد محتاج حد من حضرتك يعني ما بين لحظه والتانيه. الحاجه الثانيه ممكن يكون له تخفيض معين في التجديد على الرخصه، ليه لا يا فندم؟ هو بعد ما يموت هياخد ايه منها؟ اذا كان الحافز مالي اصبحنا في مقابل حضرتك. اسمح لي انا بختلف معاك. انا اختار في ايه لو كان الحافز مالي يا فندم؟ هو مش هياخد، يبقى احنا بنديله مقابل. حياتك انا بختلف معاك. طب انا الكلام ده لو انا مش بقول لك رايي حضرتك، بقول لك لو احنا حضرتك ادينا له حافز مالي يبقى احنا كده دخلنا في الجريمه، كاننا بالظبط بنشجع فكره. طب هو حضرتك اللي بتطلب التبرعات في الجرايد طول النهارده في يا فندم بيج على الفيسبوك، حضرتك لسه كنت بتحكوا عنها مش انا، الفيس دي موجوده مكتوب فيها مطلوب كلية للبيع. لا هي الحاجات دي مش هتقف. عشان كده بقول لحضرتك ايه بقى الأهرام. قبل ما نتكلم في التفاصيل دي، عشان كده ده رايي بقى بالتفصيل اهو. قبل ما نخش في فكره الحافز او تشجيع الناس على التبرع، نوقف الجريمه اصلا.
نوقف الجريمه بالقضاء على اسبابها. طب ايه اسبابها؟ احنا اتكلمنا في الفقر، احنا اتكلمنا في الفقر، اتكلمنا في القانون والتقليد. لا ما انا على الاقل، على الاقل نتاجر في الاقل، على الاقل لازم احسن، لازم احسن المستوى المعيشي لبعض الاشخاص. تمام يا فندم، دي خطه طويله الاجل. ده مش بس كده، ده على كل مستوى. خليني اقول جمله مفيده عشان حضراتكم والناس، يعني عشان بقى ليا لازمه في مجاي النهارده. في احنا في انا اسمعنا دكتور مصطفى زعزوع، الاستاذ بجامعه تورونتو كندا. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك يا فندم. احنا يا فندم بنتكلم في ملف التبرع بالاعضاء، وكان في ضيوفنا اشاروا نقطه، طب احنا ازاي نقدر نضمن ان الشخص ده تم وفاته بالفعل، ما تمش نزع منه الاجهزه للاستفاده باعضائه؟ ف ايه الاجراءات يا فندم المتبعه في الخارج للسيطره وعمل تحكم في هذا الشأن؟ اولا اللي بيحدد الموت بيكون اثنين استشاريين تخصص عصبيه، وما يكونوش هم ليهم اي علاقه بعلاج المريض ده اللي هو مشتبه في وفاته اكلينيكيا. تمام يا فندم، رقم واحد، يعني ما لهمش اي مصلحه موت. ايوه. النقطة الثانية من او متهيألي الشبكة مش كويسة، هنتصل بسيادتك تاني حالا. الو، هنتصل بسيادتك تاني. اتفضل كمل حضرتك، بس عشان حضرتك تعلق على كله. اتفضل. احنا دلوقتي بنتكلم على جريمه، وكنا حضرتك قلتي ايه هي الاسباب، فانا قلت لحضرتك الفقر جزء مهم، وده جزء مشوار مهم جدا. فيه عندنا شوار. انتشار الجريمه دي، احنا عندنا مثلا في كيفيه وضع خطه ليها، عندنا اللجنه التنسيقيه الوطنيه لمكافحه الاتجار بالبشر. أيوة. ده دي اللجنه دي دورها طبعا، من ضمنها مجتمع مدني، منظمات غير حكوميه، من ضمنها وزاره الخارجيه، وزاره الداخليه، لان الجريمه عبر الدول كمان. أيوة. لان احنا بنجيب من بره بيستوردوا، ساعات بنصدر، ده ساعات بنطلع اعضاء من هنا لبره احيانا. فعندنا وزاره الخارجيه عضو، الداخليه وكل الوزارات المعنيه بهذا الامر، وطبعا مجلس قانون الطفوله والامومه لسبب، لان من ضمن الناس الضحايا اطفال اقل من 18 سنه. أيوة. يبقى كل دي اللجنه، ليه ما بنتكلمش في فكره تفعيل هذه اللجنه بشكل حقيقي عشان تقدر تطبق القوانين، والناس دي تعبانه في المجلس تطلع قوانين عشان تطبق بشكل حقيقي. أيوة. ليه ما بنتكلمش في ان اللجنه دي تطور من ادائها عشان نمنع الجريمه دي ونوقفها؟ وده جزء مهم. طب هي بتطورش ليه؟ ما بنتكلمش على فكره ما انا عايز اوصل بس لحضرتك ان الاسباب متعدده، وعايزين نقول ان اللجنه دي لازم تتطور. هي اللجنه تبع مين يا فندم؟ اللجنه دي ما انا بقول لك تنسيقيه، اللجنه دي تنسيقيه من يعني وزارات مختلفه، لجنه تشكل بعد اللجنه دي حكوميه؟ لا، لان كلهم ممثلين حكوميين ما عدا منظمات المجتمع المدني، عشان نديها نشاط معين ميداني. يعني حضرتك مثلا بحيث بتقترح تعظيم دور هذه اللجنه؟ ده جزء مهم جدا. كويس قوي. انا كمان بكلم على تجديد الملاحقه الامنيه لمرتكب هذه الجرائم بشكل جيد، وده مهم جدا، وازاي اطور مني انا امنيا عشان اقدر الاحق هذه الجريمه وتطورها. تطور رهيب، زي ما كنا بنتكلم في عرض على الفيسبوك اعضاء للبيع او اشخاص بالكامل للبيع، لما هنا منهم اطفال طبعا. أيوة. يبقى احنا كده وصلنا لمرحله كبيره جدا، ولازم ملاحقه تواجه ده، لازم تبقى على قد هذا التطور. يبقى احنا بنتكلم كمان في الملاحقه الامنيه، بنتكلم في جزء توعيه في مدى خطوره هذه الجريمه، ومدى خطوره ان ازاي اتنازل، وهنا التجديد العقوبه. يعني وده بيوصل للناس. النقطه الثالثه دي حياتك الاعلام هلكها، سواء ميديا، سواء جرايد، سواء برامج. يعني نقطه ان حد مش عارف يعني الاعراض الجانبيه لهذا الموضوع، دي انا اعتقد انها مرض. بس الحاجه يا فندم توعيه بالعقوبه شوية. احنا عايزين العقوبه، العقوبه تصل في حاله النقل او البيع او في حاله السرقه زي ما شفنا في هنا الى الاعدام. يبقى احنا النهارده هنا وجزء من قانون الاتجار بالبشر، يبقى احنا نرجع بقى لسياده النائب له علاقه بالاعدام. طيب دلوقتي احنا تقريبا يعني في جزء كبير قوي من الكلام اللي اتقال خاص بالتشريع، خليني احط حياتك نقطتين. احنا شايفين ان ممكن، أنا لا أعلم إذا كان تشريع ولا قرارات، لأن أنا قانونيا مش بقوة سيادتك. بس اللي أنا أعرفه إن إحنا عندنا مشكلتين. أول واحدة دلوقتي تغليظ العقوبات، الحق كان طبعا، ما هو حياتك يعني هرجع أرد برضو وأقول ما هي المخدرات والسلاح وما زالوا موجودين، إنما ماشي. طب ممكن أوكي، رجعنا للدكتور مصطفى زعزوع. أنا يا دكتور مع سيادتك. أنا بحاجة حياتك. إحنا وصلنا إن أول حاجة يكون اتنين استشاريين ليس لهم علاقة بالمريض من قريب أو بعيد،
هم اللي يقروا الوفاة ويكون أحدا منهما دكتور أمراض عصبية، مظبوط ولا أنا غلطان؟ الاثنين يكونوا دكاترة عصبيين أمراض عصبية. أيوة. ويقرروا منفصلين الاثنين. أيوة. كمان. بقواعد معينة من ضمنها رسم المخ بيكون فلات خالص، يعني كأنه في موت دماغي، في اختبار تاني بيتحط ميه باردة في الودان وبيتشاف حركة العينين هل بتتحرك ولا لا. أيوة. والاختبار الثالث انه هو بيتفصل من جهاز التنفس الصناعي ويتم مراقبته لمده كافيه ويشوفوا نسبه مستوى ثاني اكسيد الكربون والاكسجين في دمه. أيوة. وما بيقاش يتنفس بعد مده. أيوة. زائد ان لازم يكون في اللي هو بعد كده اذا حصل ان هم قالوا ان حصل موت دماغي، هو في مركز قومي واحد فقط هو المتخصص اللي يجي ياخد الاعضاء، مش المستشفى مثلا الخاصه اللي يبقى فيها العيان او اي مركز يعني تاني. يعني اللي بياخد الاعضاء جهه واحده هو اللي بياخد الحاجه علشان تمنع اي احتمالات ان حد عايز يستفيد. ايوه عايز اعرف ده بقى هنشوفه في مصر امتى وازاي. ايه كمان يا دكتور؟ ايه كمان يا دكتور؟ ما حضرتك التطبيق واضح، هم دول الاهم، هم دول الثلاث نقاط يا فندم بتمنعي اي حد يكون ليه مصلحه. طيب حياتك هناك يا فندم، اتنين دكاترة ما لهمش علاقة بالموضوع خالص. أيوة. زائد ان لما بيتم اخذ الاعضاء بتروح في مركز قومي بيحافظ عليها وهو اللي بينصب عملية توزيع الاعضاء دي للجهات اللي هي طالبها. هل التبرع يا فندم اختياري؟ التبرع اختياري، التبرع هناك اختياري ولا قانون؟ لا اختياري يا فندم، اختياري. يعني كل واحد لما بيجي بيجدد بطاقة البطاقة الصحية بتاعته. أيوة. بيقول له انت مستعد بعد الوفاة ان انت تتبرع بعضائك ولا لا، فبيكتب اقرار انه موافق او غير موافق، يعني مفيش اجبار. طب حياتك تفتكر العملية هي عملية توعية الناس بعد كده لما الناس تبدأ ان تعرف ان هي هتستفاد، وقريبي اللي ما لقاش كده ان هو ما قدرش ياخدها، هتلاقي الناس تبدأ ان هي توافق تدريجيا. بس لازم الناس هتوافق لما تطمن ان يكون في اجراءات صارمه تمنع اي استغلال. طيب حياتك بالنسبه لمصر يا دكتور، شايف ان احنا مثلا محتاجين بجانب التوعيه نعمل شيء من الحوافز، زي مثلا اللي يقر النهارده انه هيتبرع بجزء من اعضائه وبعد الكشف عليه ان هو سليم جدا، لو حصل بعد 5 سنين واصابه اي مرض محتاج فيه نقل اعضاء يكون له مثلا اولويه. هل حضرتك موافق ان احنا مثلا نخلي ان اعضائه دي تروح اولويه لاقاربه من لغايه الدرجه الثالثه؟ بالظبط، يعني حياتك معايا ان ممكن نعمل حافز مثلا يقول انا هتبرع لغايه درجه ثالثه، هتلاقي معظم الناس بقى فيه كميه من الاعضاء اللي تقدر تغطي القرايب حتى مثلا الدرجه الثالثه او الرابعه. يعني حضرتك قصدك ان ممكن يكون التبرع نحط فيه كمان جانب اخر ان يتم التبرع للاقارب فقط، الاقارب لدرجه معينه يعني لدرجه معينه الثالثه الرابعه، فيبقى كده برضو بيعمل خير لاهله وللمجتمع. طب حضرتك شايف ان مبدا الحافز ده، الحافز الدنيوي، هل ده ممكن يجيب نتيجه مع تغيير العقائد الموجوده او المعتقدات اللي موجوده، ثقافه اكتر؟ اكيد اكيد طبعا أكيد. لكن المهم ما يكونش في حافز مادي، دي اهم حاجه. طيب حياتك، طيب بالنسبه لمصر هنا حياتك شايف عشان نوصل لهذا الوضع محتاجين ايه؟ قوانين، محتاجين ترتيب اجراءات اكتر، بجانب برضو التوعيه اللي حياتك اشرت اليها. حياتك شايف طبعا عشان نوصل كده نعمل ايه؟ قوانين صارمه، رقابه، جهه رقابيه على الدكاتره اللي هي بتقرر، ولازم يكون نقابة الأطباء والوزارة والجماعات تكون عاملة إشراف كامل دقيق، وكل حاجة تبقى مثبتة في ملف. أشكرك. عايز أقول كمان إن الدكاترة اللي بتعمل ده بيكون عليهم شهود. يعني دكتور مصطفى زعزوع الاستشاري بجامعة تورونتو بكندا، أنا بشكر حضرتك جدا وشرفت مصر يا فندم.
صحيح، وقفنا عند نقط في غايه الاهميه. اتفضل. يعني نقط في غايه الاهميه، احنا عايزين بقى نفكر ازاي نطبق ده. أيوة. عشان نقدر نعمل قبل ما نتكلم في الحافز اللي انا شايفه ان هو التبرع ده شيء جيد. انا تابعت اكتر من القوانين في الدنيا منظمه كمان حافز فعلا للتبرع ده عشان تشجع الفكر. أيوة. بعد الوفاه، انا بنتكلم في حاله بعد الوفاه، قبل ما توفى بعمل انا اقرار بالتبرع ده. فازاي بنجيب حافز؟ فانا بقول لحضرتك وقف عند نقط مهمه جدا عشان نوقف المخاوف. احنا ازاي هنا يبقى ازاي ننظم فكره الرقابه؟ يبقى عندنا الرقابه بقى على حياه المريض ده قبل وفاته والتاكد من الوفاه، وازاي يبقى في مركز خاص بالتبرع. الكلام ده كله لازم له بقى هنا تشريع. يبقى هنا احنا كده يبقى كده بنتكلم في قانون، يبقى كده بنتكلم في قانون. الكلام اللي هو هل النهارده في 2 دكاتره مخ واعصاب استشاريين من جهه مختلفه خارج المستشفى بتتاكد من وفاه المتوفى؟ ده مهم. وهل النهارده هناك مركز متخصص لتلقي التبرع، هذا التبرع ثم توزيعه مره ثانيه؟ ارجع لحضرتك يا دكتور. انا عايز اقول وجهه نظري في هذه القضيه، واذا كنا فعلا جادين هو الحوار فعلا مثمر، وانا شخصيا استفدت كتير جدا. ويمكن الحافز زي ما قال دكتور مصطفى زعزوع ان انا احفز الشخص ان هو يتبرع ويكتب في وصيته للاقارب لحد الدرجه الثالثه او الرابعه. ده شيء الاولويه مثلا. انا هستخدم الجانب الانساني اولا، لكن انا ضد ان احنا نعمل حافز نشجع الناس انها تتبرع بدايه. وماله، خلينا نجرب. يعني حافز هو ده حافز انساني وحافز كويس. الطفل لما بيطلع الاول ووالدته بتبوسه وده حافز. حضرتك يعني مش كل الحوافز ماليه. ثانيا الدكتور علي موجود. الدكتور علي قال نقطه مهمه جدا جدا ان اللجنه العليا خلاص انتهت من تحديد ايه هي الوفاه. مظبوط. ان الشخص ده فعلا توفى، ويمكن نفس السياق قاله الدكتور مصطفى ان احنا يعني طريقه تحديد الوفاه ان برسم المخ ونزع الجهاز التنفس والكلام ده، اعتقد الاليه مش هتختلف عن هذا. ايوه. نقطة مهمة جدا جدا بقى. طبعا. ان انا استغل رجال الدين. احنا مجتمع متدين بطبع. طبعا. سواء المسلم او المسيحي. انا عندي واحد زي الشيخ علي جمعة محبوب جدا من معظم الشعب المصري. ايوه. ليه الراجل ده ما نستضيفوش ويدلي بداله في هذا الموضوع؟ طب وليه ليه كمان بجانب هذا؟ نجيب ناس رجال دين مسيحي. دكتور مصطفى زعزوع اشار ان هم وهو بيجدد الرخصه بتاعته بيبقى موجود، هل توافق على انا عايز انشر عندنا. بص هو بيخش المستشفى. انا عايز انشر ثقافه التبرع، لان انا عشان اقضي على المشكله. انا ايه سبب المشكله؟ ايه ان انا عندي نقص، البنك بتاعي فاضي. أيوه. عايز املاه. لو احنا نشرنا ثقافه التبرع هي دي القضيه. طيب. انتهت. هيبقى عندي تخمه، هيبقى عندي عدد كبير من الاعضاء وقوائم الانتظار هتقل. لو عاوزين نطلع يبقى اذا التجاره الغير مشروعه الى حد ما هتقل، حتى الحافز المادي بتاعه هيقل. احنا لان وقتنا خلص والحوار مع حضراتكم اكثر من رائع. احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا ان شاء الله وبرنامج امنيه مصريه متبني ده هنبدأ كمان نبدأ التوعية الدينية. مهمة جدا. الحاجة التانية مصطفى وقف عند أجزاء مهمة جدا لازم نتكلم فيها. اتفضل. إزاي يحصل رقابة وإن أنا أضمن أنا كشعب مصري؟ خليني بس أكمل. لا الرقابة أنا كشعب مصري موجود. هنا إزاي أضمن بشكل كامل إن هيتم التبرع بشكل صحيح، إن الشخص اللي موجود ده توفى فعلا، إن الشخص اللي موجود فعلا مهمة حضرتك. وإحنا هيبقى معانا حلقة تانية. أنا على ثقة إن هذه اللجان فعلا حيادية. الدكتور علي محروس أنا أعرفه شخصيا، إنسان في منتهى الأمان. مش معنى كده إن أنا هسيب الدكتور علي لوحده، لا، أنا بطالب إن إدارة التراخيص ويبقى فيه معاها فريق للرقابة. نفس ضوابط نوسع هذا الفريق ونجيب له أعضاء وناس ثقات وناس تؤتمن، لأن مش أي حد هيراقب. لكن طول ما أنا متخوف مش هعمل حاجة. أنا عايز أخد خطوة. عايزين نقتحم مسألة دينية شوية هي اللي عاملة لخبطة في المجتمع. إحنا إن شاء الله هنكمل هذا الموضوع مرة أخرى إلى أن نضع منظومة متكاملة. أيوة. تقدر تربط جميع الجوانب اللي حضرتك أشرت بيها. النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ شرفتنا يا فندم، عضو لجنة الصحة مجلس النواب، المحامي الأستاذ أحمد مصلحي المستشار القانوني لجمعيات في مجال مكافحة تجارة الأعضاء، شرفتني يا فندم. الله يخليك. وأنا قبل ما أنهي فقرتي أنا هقول جملة بقولها لنفسي
قبل ما أكون بقولها لمشاهديني، يا ريت قبل ما نقابل وجه رب كريم نعمل أي حاجة في آخر نفس في عمرنا يمكن تخلي ربنا يرحمنا ويغفر سيئاتنا، إن إحنا نتبرع باللي غيرنا محتاجه. لحد هنا خلصت فقرتنا، ونروح نطلع فاصل ونرجع لفقرتنا الأخيرة والفقرة الفنية. ابقوا معنا.